مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ماد غاديو، برنامجكم الحل من يديك. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الأوفياء وبجميع المستمعين اللي دائما في تواصل مباشر معنا، فمرحبا بكم على مدار ساعتين. ساعة كنتكلموا فيها على أشياء كتهم النفسية ديالكم، وساعة كتكون فرصة للإجابة على كل أسئلتكم القانونية. فمرحبا بالجميع وتحية طيبة لكم. وكنرحبوا أيضا بالكوتش يوسف فاسير، مدرب في إطار التطوير الذاتي اللي حضر معنا اليوم. مرحبا بك كوتش يوسف. مرحبا لاله سكينة، يوم مبارك سعيد. أحوالك طيبة على خير؟ شوية باقي الشام باش تجي توحشنا حويجتنا تصوف. في انتظار ديالها في انتظار ديالها إن شاء الله تعالى. ولكن وصية للناس أنهم يحضروا البال مع التغيرات بطبيعة الحال، أنه الحال كيسخون كيبرد في الليل، بعض المرات كاين التغيرات، فاللي لابس شي حاجة يبقى لابس صحتي يبان استقر الجو استقر ديالو، وإلا الناس كتعيني شي شوية للأسف. نتمنوا الشفاء لكل مرضى يا رب، وتحية طيبة للجميع. كوتش يوسف، اليوم غنتكلموا على التراكم في العمل. ربما أنا كنشوف باللي إنسان كيبقى قاعدة أساسية راسخة عنده هي أنه حياته كيخصها تكون مرتبة. عندنا محاور في الحياة اللي كنركزوا عليها، ولكن كل واحد فينا وعنده ترتيب معين في حياته. في بعض الأحيان كيبان لي باللي الحياة ديالنا عبارة عن أوراق، يعني أوراق اللعب كنصطلحوا عليها بالكارطة، كنحطوهم كنشكلوهم في واحد الشكل معين. إلا حركنا غير واحد الورقة بلا ما نفكروا أو بلا ما نقبطوا هذاك العبار، كل شيء كيطيح. تكلمنا على التراكم كتراكم، تكلمنا أيضا في العلاقة الزوجية اللي هي من المحاور ديال الحياة الأساسية، واليوم كنتكلموا عليه في العمل. طبيعتنا البشرية عندنا جوج ديال الطرق ربما اللي كنخسرهم، سواء طريق ديال مهنة معينة اللي كنبغيوها. بطبيعة الحال المهنة مهما كانت وكيف ما كانت ما يمكنش لقاوها طريق مفرشة بالورد. ضروري من مشاكل، ضروري من مشاكل في العمل، ضروري من في مشاكل مع الزملاء، ضروري من صراعات. هذه أشياء اللي أي واحد دوي معه غيقول لك هادشي كاين، كاينين الناس مزيانين كاينين الناس خايبين، كاين كل واحد كيفاش كيفسر أموره. وكاين جانب آخر ديال الناس اللي كيخدموا في الخدمة غير لحيتاش خصني نخدم الخدمة باش نقدر نوفر واحد المورد العيش. ولكن وسط هذا المخاض هذا، سواء كان في اتجاه الرغبة في أننا يكون عندنا واحد المولود أو لأننا صدمنا يوما ما بهذا الحمل هذا، كتبقى مسألة كبيرة اللي كتطرح رأسها، كيفاش كنسير العمل ديالي، كيفاش كنشغل، كيفاش كنحارب هذاك الستريس وكنحارب هذاك التراكم في العمل. لأنه كاينين من الناس كيستحملوا نقدر نكونوا كنطلبوا منهم أشياء أكثر من الطاقة ديالهم، أو في بعض الأحيان كيشوفوا مجموعة من التفضيلات عند ناس أخرين هما ما عندهمش. طبعا الحال كنأمنوا جميع بأن الأرزاق بيد الله، ولكل يعني لكل امرئ رزقه الله سبحانه وتعالى، له القدرة على أنه ولو فرق بيناتنا أكيد أنه عادل. يعني لكن نقص في الرزق راه كاين ربح آخر في وليدات أو لا ربح آخر في الصحة، أو أكيد أنه الإنسان معتدل. غير هو كاين هاد النوع ديال التراكمات اللي في بعض الأحيان كنبقاوش نقدروا نعطيه، وكتحس براسك أنك في واحد البير غارق، ما قدرش تهز يديك أو ما قدرش تنفس كاع، وتلقاو الصراعات. كيولي الانسان غير على نبشه كما تنقولوا، تيقول انايا كلمه جوج انا نحط لهم السوارت كاع ونزيد في حالي، ما بقى عندي ما ندير بهذه الخدمه هذه. واش الرزق بيد عباد الله؟ الرزق راه بيد الله. كتولي هذا النوع من في الوقت اللي العمل هو استقرار، مرتاح ما مرتاحش عندي حق انني نقلب على حاجه اخرى اللي غير ارتاح فيها وتستمر الحياه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، شكرا. من اجل باش تستمر الحياه بواحد الشكل اللي هو فعال، احنا لا بدا لنا من العمل. والإنسان حق المنتج والعامل هو أفضل من ذلك الإنسان اللي هو جالس مريح. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العبد الكاد والمجتهد الذي يبذل جهدان كيف ما يكون عضليا أو كيف ما يكون، من أجل باش ينتج رزق اللي كتبه الله سبحانه وتعالى. رزقك راه ما غاش يفوتك، لكن تجيبه عن طريق العمل وعن طريق الجد وعن طريق الكد هو أفضل ما تجيبه بشي وسائل أخرى اللي هي بين قوسين معك مسافة، ولا واحد من المعادي الناس كيفضلوها على الجانب ديال العمل. إلا أن الإنسان هو في العمل ما كنخرجوش على الإنسانية ديالته، فهو دائما كيخضع المؤثرات اللي هي طبعا الحال داخلية وخارجية. داخلية كتعلق بالعمل، وخارجية كتعلق بأشياء اللي هو كيعيش فيها الإنسان، وسط البيئة دياله، العائلة ديالته، الحالة ديالته الصحية إلى غير ذلك. هذه كلها مؤثرات خارجية، لكن المؤثرات الداخلية هو العمل وبيئة العمل في حد ذاته.
لما كيكون انسان كيعمل فواحد وظيفه معينه او لواحد عمل معين وهو ينتج فكرا او لا ينتج عملا كيف ما بغى يكون النوع ديالو وكان فيه مرتاح، فاكيد انه كيعيش وكيعيش بالسعاده وفرحان بالك العمل اللي كيعيش فيه. لذلك كنلقاو ناس تقاعدوا خرجوا من 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 اطار ديال الوظيفه ديالهم، لكن بقى عنده دائما حب العمل، دائما مبشور، دائما نشاط، دائما في حين انك تلقى واحد الانسان اللي هو يلا دخل يلا تخرج من الجامعه بطريقه اخرى وصل الى عمل ما، لكن غير الشهر الاول الشهر الثاني كتلقاه يتافف من ذلك العمل، ما مزيانش، الموظف اللي ما مزيانش، المدير ما مزيانش، الرئيس ما مزيانش، كلشي ما مزيانش، شكون اللي هو مزيان. اذا البيئه اللي هو دخل ليها هي البيئه اللي خلاتو يشعر بهذيك المجموعه ديال الضغوطات اللي هي ديال العمل اللي خلاتها كتراكم شي على شي حتى ولا كيديبوردي على ابسط من حاجه يمكن يتخلق، ابسط من حاجه يمكن ينوض صداع، ابسط من حاجه يمكن يتخاصم مع الزملاء ديالو. هذه كلها اشياء. فهنايا لما كنمشيو للمقاوله اللي هي ستركتشر، اللي هي مقاوله اللي هي منظمه، مقاوله اللي عندها اداره وعندها تسيير، كنرجعوا للموارد البشريه ديالها او المسؤول على الموارد البشريه اللي يفرض فيه انه يراعي الحاله الشخصيه لكل واحد او كل طاقه من الطاقات اللي عنده في داخل المؤسسه، من اجل باش اولا يحطها في المكان المناسب، لانه اهم شيء اللي هو كيخلينا نبعثوا على التراكمات هو وضع الانسان المناسب في المكان المناسب. واحد انسان عنده قدرات عنده مهارات نحطوه في واحد المكان في واحد المجال اللي يمكن انه يوظف تلك المهارات وغادي يزيد بالقدام، بالعكس غادي يكون فاعل ايجابي في داخل المقاوله. لكن ناخذ واحد الانسان اللي عنده مهارات وعنده قدرات وحطوه في واحد البوست او واحد المكان كيقتل هذيك اللي بطبيعه الحال ما كيبدعش فيه، اللي ما يمكنش يحقق فيه الطموح ديالو، لان اللي كيخلينا نوصلوا للتراكمات هو ان الانسان كيبغي هاز معاه طموح، عنده كفاءه، هاز معاه طموح، بغى يوصل لواحد المستوى معين، بغى يتالق، بغى يترقى في المستوى ديالو، بغى يولي عنده راتب مزيان، بغى تولي عنده علاوات مزيانه او لا دي بروموسيون مزيانين داخل العمل، لكن هو كيتلقى مع موارد بشري، مع انسان مسؤول عن الموارد البشريه، كيحطو هو اليكار، كيبعدو على الاطار اللي خصو يكون فيه، وكيحطو في واحد الاطار اللي ما يبانش العمل ديالو نهائيا. او لا بعض الناس سمحهم الله معك بأسف انه كانت عندنا واحد التجربه مع بعض الاشخاص كهادو في العمل اللي كياخذ القدرات ديالك ياخذ الانتاج ديالك كانتاج ونسبوا ليه وكيمشي كيتصور به كما حنا كنقول حنا كيتصور به كيمشي كيبان به وكيقدموا على اساس انه من الكفاءات ديالته ومن المهارات ديالو من القدرات ديالته، بطبيعه الحال هو كيحصل على تنويه وتشجيع من طرف بالمقاوله او الرئيس ديالها او المدير ديالها، في حين ان العامل الاساسي اللي هو المحرك ديال داك الانتاج اللي هو يعني هو الذي ابدع هو الذي انتج ما كتسمع الصوت ديالته. فلذلك بعض المرات حنا كنشوف في الاذاعه لما كنتكلموا وكنوهوا ما كنهوش الناس اللي كتسمع اصوات ديالهم داخل الاذاعه، لكن كنهوا بطاقم اخر اللي هو وراء الستار اللي لولاه ما غنكونوش حنا، كون ما كانش الطاقم الفني والاداري والمخططين واللي كيبرمجوا الاذاعه وكيفاش غادي نسيروها في خلال 24 ساعه ديال اليوم ديالها، ما يكونش سكين، ما يكونش يوسف، ما يكونش اي اخوان ديالنا اللي الحمد لله كيعطيو. اذا لا بد من تشجيع ولا بد من اضفاء واحد النوع ديال التنويه مادي معنوي يعني ايجابي لهذاك الموظف هذاك الشاغل. علاش؟ لانه كنمتصوا هو وربما كنت القيمه ديال التراكمات اللي عنده. نعم. الا خلينا واحد هو اللي كيتصور بالعمل. نعم. هو اللي كينتج، هو اللي كيبان، وانت اللي فعلا عملتي، ربما سهرتي الليل، ربما خدمتي، ربما فكرتي لهذه المقاوله هذه وما لقيتي شيء، يعني واحد المكافاه كيولي عليك ضغوط، وهذيك الضغوط هي اللي كتولد لك التراكمات واللي كتخليك في واحد النهار انك تنفجر. يعني كنت يوسف ربما واحد المساله اللي بزاف ديال الناس كيوصلوا لها ولكن بعد الحين كيوصلوا لها معطلين. نعم. وانه الانسان كيعرف بلي العمل هذاك العمل هو ضمان لكرامه الشخص. نعم. وضمن لحق الانسان في العيش الكريم. أكيد.
كل واحد فينا بالمستوى ديالو، كل واحد فينا بالجو ديالو، كل واحد فينا والدور ديالو في المجتمع. نعم. يعني انا كنقدر الاعمال ديال الناس اللي بساط، ولكن تيخرج يضرب تماره باش يجيب واحد الرزق معين لوليداتو، ما استغناوش عليهم. نعم. يعني الانسان في حياته اليوميه ما يستغناش. والا لاش تخلق ليه البوست في داخل المؤسسه؟ لاش نعم. لاش عنده بوست في داخل المؤسسه؟ لانه ضروري هذاك المنظف ولا هذاك الساعي ولا هذاك اللي كيقوم بالكورس او لا اي كيف ما كان كيف ما كانت المينا، راه ما تخلق ليه البوست الا لحاجه. شوف المجتمع الرأسمالي ما كاينش اهداء الوظيفه، ما كنهديوهاش. هي الوظيفه كنعطيوها اللي ضروره تما، لانك كتغطي لنا واحد الباب معين. فلذلك انا كنرجع وكنتكلم مع الشاف ديال الشاف ولا الرئيس ديال قسم الموارد البشريه في المؤسسات الاستركتوري، كنقول لهم بان ردوا البال ديال الكفاءات الصغيره ولا الكبيره اللي عندكم، حاولوا انكم تحطوها في الموقع ديالها، لان حتى في الموقع ديالها غادي تستافدوا. اولا غتستافدوا عنصر بشري، غتستافدوا كفاءه مهنيه، ثم غادي تستافدوا واحد العطاء وثم انتاج المؤسسه، لان هذا هو اش كتسعى المؤسسه الرأسماليه. لكن الا ما حطيناش اي انسان مناسب في واحد المكان مناسب، ما زدناش بواحد شويه التنويه، شويه ديال الكفاءات، شويه ديال 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 التشجيع المادي والمعنوي او الترقيه اللي كما كتسمى الترقيه السنويه في اخر السنه، الا ما حطيناش كذلك احترام التقدير الانسان كيحتاج. الا قلتي غير رحم الوالدين وشكرا ونويتي به، ربما كاين اللي ما تعطيه حتى ريال، غير كلمه طيبه، ربما الاجره ديالته كافيه، لكن بما انه كيبذل مجهود كيبغي التقدير والاحترام اخر ذاك العمل ديالك، الله يرحم الوالدين وشكرا، الله يجزيك بخير، نويتي بينا، شرفتينا، كرمتي، يعني اشياء اللي هي بسيطه لكن عندها القيمه ديالتها المعنويه هي كثيره. لان هذاك التراكم هو شنو هو؟ هو ضغط نفسي، كتلقى حاجه تجمع على حاجه الانسان. اش خصو؟ خصو شي حاجه اللي هي من الناحيه النفسيه تريحك. الا كلمه تريحك راني نريحو بكلمه، الا الماده نعطيه المكافاه، الا ترقيه نعطيه ترقيه، الا تغيير من موقع الى موقع نغيروا من موقع لموقع. فلذلك بعض المؤسسات كتجري مره كتخلق مجال التنافسيه داخل المؤسسه، كتقول انا غادي نعطيكم فرصه ديال امتحان او لا ديال اختبار الكفاءه باش نغيروا المراكز، وسيروا ديروا تكوين، سيروا قراوا، عندكم واحد المده معينه باش يمكن لنا اننا نرقيوكم مستوى، حنا ما نعطيكمش ولكن غير نرقيوك بالمقابل انك غادي فعلا تبين لنا بانك فعلا راك تستحق واحد البوست معين. وكيتنافسوا عليه الناس وكيجتهدوا، اليوم رقينا ثلاثه، غدا نرقيو جوج، بعد غدا نرقيو سته، لكن كنشوفوا بان الترقيه هي سهله على الجميع. اما الا كانت واحد الموارد بشريه، يعني يلاه كيرقي ثلاثه ولا اربعه اشخاص دائما هما اللي كاينين، نعم، والباقي مسكين كل اهلك، هنا في كندفعوا بهذاك الاخر اللي بقى ما استفدش شيء، كندفعوا به الى الاكتئاب، الى امراض نفسيه، الى اشياء اللي هي الى عدم العطاء اللي كينعكس على المؤسسه، زعما ما شفناش من جانب كتعاني منها الاسره ديالته. يعني ما كيبقاش كيعاني فقط داخل المقاوله، بحتى داخل الاسره كيدي معاه هذاك الثقل ديال الهموم، كيدي معاه الاسره، وربما كنعرضوا اسره الى التشرد او الى اشياء من هذه المسائل هذه، يعني غير بعدم الانتباه لهذا بعض السلوكيات بطبيعه الحال. اكيد كوتش يوسف، حنا مازال مستمرين، غنشوف فاصل اعلاني ثم خسر غنائي ورجع نستقبلوا مكالمات الاوفياء الكرام خلال حكي لنا قصتك لحظات وراجعين لكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. تنرحبوا بالجميع وبكل اوفيائنا الكرام اللي بطبيعه الحال مستمرين وكيتابعونا دائما على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. مرحبا بكم على 05 22 46 72 50 او لا 51 او لا 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس بكتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80 80، الرساله 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا مستمعينا الكرام عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج اللي هي الحل بين يديك. غادي نمشيو ناخذوا معنا اللحظه مكالمه معنا السي حميد بن دالبيضا. مرحبا بك سيدي. السلام. مرحبا بسي حميد. نعم اختي، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السيد اللي معك، الاستاذ اللي معك. مرحبا. مرحبا بسي اخويا سي حميد. تفضل تفضل سي حميد. مرحبا سي حميد. للاسف انقطع الخط، نتمنى ان شاء الله مره اخرى تكون معنا سي حميد. مرحبا بك. ناخذوا معنا لالا اسماء من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخت سكينه. مرحبا بلالا، تفضلي. معك اسماء.
مرحبا. من كازا كنت بغيت نشارك مع الدك صبر. تفضل تفضل. مرحبا بلالا. انا اصلا كنت كنقرا. فاش خديت الدبلوم اوتوماتيكمون دوزت واحد ست شهور جالسه في الدار خدمت في واحد لاسوسيتي صغيره. حنا كنايا الاول جوج الناس والباترون معانا. من بعد هذيك لاسوسيتي تطورت. وبحكم انني انايا خدمت في غير الدومين ديالي في الاول جاتني صعيبة. من بعد ولا عندي روتين في الحياة. يعني لواحد الدرجة ما تتخيلش. يعني اللي كديروا اليوم تتعاودوا غدا. اللي كديروا اليوم تتعاودوا غدا. ولا وهذا الشيء ولا تيخلق لي مشاكل مع السيد اللي خدامة معاه. لدرجة أنها تزادوا علينا دي بيرسونيل وحدين آخرين. ولينا كنلقاو معاه مشكل. المشكل الكبير هو أن فاش كيتزاد علينا شي واحد حنا تيحرضوا عليا. وهذا هو اللي خلاني أنني هاد الأيام الأخرى ما تنعطيش بزاف. تنحس كيف ما قلت لك بروتين. نعم. لا لا اسمع. لا لا اسمع قلتي بانك كتخدمي في غير المجال اللي كنتي فيه. يعني المجال اللي انت تكونتي فيه ياك هذا هو اللي قلتي لي ياك. والشركه كانت صغيره وتوسعت توسعت بفضل انكم عملتوا مجموعين وانكم خدمتوا بواحد الشكل اللي هو فعال. يعني كان انتاج كان عمل. فلذلك استطعتوا انكم ان المؤسسه انها الخطره محتاجه انها توسع في النشاط ديالها وتوسع كذلك في عدد ديال الافراد اللي هما خدامين فيها. بغيت نسولك واحد السؤال مباشر. الباترون ديالكم او الرئيس ديالكم المسؤول على المؤسسه واش كتحسي به بانه كيستفزك من اجل انك ما بقيتيش كتعطي العمل ما كتنتجيش او ان هذا غير ما هو غير لشعور ديالك انت فقط؟ ماشي دابا المشكله ما بقاش عندي مع الباترون. بالعكس الباترون نهار اللي فينا يعني تتعامل معنا سواسيه يعني محترمنا. هادو غير الناس اللي معايا اللي خدامين معايا هما اللي تتلقى منهم هذا الشيء. يعني كتحس بان يعني كيخلقوا صراعات. يعني كيجي شي بيرسونيل جديد كتلقى كيحرضوا عليا. لا شوف لا 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 اسمع لا لا اسمع. انا علاش سولتك سؤال مباشر وسولتك على الباترون ديالك. سولتك على الباترون لانه اللي كيهمو الامر هو السيد اللي هو انشا المقاوله ياك اسسها وبدا صغير بجوج الناس وانت الثالثه ثم بقات كتستمر المقاوله الى الامام. فاللي عليك انت هو انك هذاك العمل اللي كتعمليه تعمليه باخلاص وتعمليه يعني بمحبه. علاش كمحبه بنتي؟ لان حنا لما كنمشيو كنخدموا راه كنبيعوا نفوسنا للعمل اللي حنا فيه. كنمشيو كنبيعوا نفوسنا كنعطيو مجهود داكشي اللي عرفنا سيدي ربي سواء كان مجهود فكري او لا علمي او لا بدني او لا عضلي كنبدلوه وكناخذوا مقابل ديالو واحد الراتب مالي وكناخذوا من وضعيه اداريه وكناخذوا من وراه نظام ديال التقاعد وكناخذوا من وراه نظام ديال التامين الصحي وكناخذوا من وراه مجموعه ديال الاشياء اللي كناخذوها بمقابل ديال داكشي اللي حنا ادينا للشركه. ما يتعلق بالافراد كأفراد اللي هما جاوا للشركة خدامين دخلوا جداد دخلوا قدام كانوا قدام كذا هذا لا علاقة لك به. علاش؟ العلاقة اللي بيناتكم هو علاقة ديال المحبة والمودة. إلا كانت إلا استطعنا أننا نخدموا في واحد العمل كأفراد كإخوة مرحبا. لكن إلا ما استطعناش أننا نكون كإخوة لقينا بأن هناك نزعات هناك واحد الإنسان كيبغي شواج واحد الإنسان كيبغي اللي غايته ما الله تعالى أعلم شنو هي الدافع ديالو اللي خلاه أنه يدخل باش يدخل يخلط بين الناس. هذاك الإنسان كنتحاشاوه كنبعدو عليه ونعطيه اتساع. أنا نتعامل معاهم بإحسان ونخلي الآخر ما عنديش غرض فيه نخليه هو والضمير ديالو. نهار غادي يصحى الضمير ديالو غادي يخاصو بأنه ضيع العمر ديالو في الاهتمام بالناس بطريقة سلبية في حين انه كان لو انه ضف ذاك المجهود من اجل البدل من اجل العطاء من اجل نشوف الشؤون ديالو الخاصه لكان افضل ليه. فاللي مهم لك انت هو انك تكوني كوريكت تكوني ستريكس
مع الاداره ديالك المقاوله اللي انت خدامه فيها، تعملي العمل ديالك طونكو عندكم رئيس ديالكم اولا يعني رب المقاوله انسان اللي كيحبكم حاطكم في ميزان ديال السواسيه في المعامله وفي المكافاه وفي النظره وفي توزيع المهام، حاطكم في هذا المجال هذا، اذا لا عليك بالاخرين. وغادي ديري كيف ما كان كيقول سيدي المجدوب رحمه الله، كان كيقول الناس قالوا لي بدعي وانا طريقي من جورة، الا صفيت مع ربي العبد ما من ضروره، الا كنت انايا على الطريق السليم وعن طريق صحيح والباترون ديالي رد لي على العمل ديالي وكنعطي المجهود ديالي كما ينبغي وكنتج الشركه يعني باخلاص وباتقان، لا يهمني اخر، ما يهمني شيء لا الكبير ولا الصغير في الموظفين اللي معايا ولا الزملاء معايا، في داكشي اللي غادي يقول وفي داكشي اللي كيتحرش وفي داكشي اللي كيوشوش لا يهمني في شيء، المهم ان نكون انا كوريكت. علاش؟ لان ما غاتمشي تنعسي في الدار ديالك لا في الليل وغتحطي ودنيك تحطي راسك على المخده، تلقاي راسك بانك انت من جهتك ما ظلمتي حد، في جهتك ما شوشوشتي على حد، في جهتك ما درتي كيد للاخر، اما الباقي خليه هو الضمير ديالو، ان هذا غادي يفيق الضمير ديالو، غادي يقاسو بانه فعلا كان يؤذي الناس باقواله او لا بافعاله او لا بشيء ما، وغادي نعم. غادي يبغي باش يتراجع وغادي يجي يبغي باش يتصالح، لكن ربما غادي تكون فرصه فاتو انه يرجع الاشياء الى اهلها. اذا انت ما يهمكش الاخرين، اللي يهمك هو انك تكوني مزيان في العمل ديالك. نعم، شنو ناخذ معنا لخديجه من اكادير، مرحبا بك. كلا الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عافاك تقدر مع الا كان ممكن الا خديجه نقصي الراديو، الله يخليك وبقي معنا في التليفون باش نقدروا نتواصلوا احسن. احسن ديال الصحابه كيوصلنا صدى الصوت، هذاك الشيء علاش. داك واخا سمحوا لي الان دابا مزيان. مرحبا. السلام عليكم بعدا. وعليكم السلام، شكرا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك لاله. مرحبا. بون، انا عندي المشكل ديالي عندي مع راجلي ودابا المشكل ولا حتى مع البنت. نعم. الوغ راجلي المهم زعما المشكل هي ديال الخيانه. انا ديال الخيانه ما قدرتش انني فهمتي بليزيوغ فوا بليزيوغ فوا بليزيوغ فوا، وانا بحال ما قدرتش انني ما قدرتش ما عرفتش نتماشى معاها ولا نياك ولا شي حكي ما تيقولوا لها، يعني حياتي تستمر على الرغم من ان هذاك الشيء كاين، زعما حياتي تستمر ما قدرتش. بلاتي غير باش نضاعفك النقط على الحرفه لاله خديجه، اسمحي لي الله يجزيك بخير. حيت الخيانه بعض المرات الا المراه غير لقات راجلها مثلا دار مكالمه هاتفيه مع زميله ديالته او لا مع بعض الناس كتسميها خيانه. الخيانه بالمات الا كانت غير تبادل ديال بعض الكلام ولا شي كيتسمى خيانه. لا اولا الخيانه هي الخيانه في الفراش الزوجيه. لا شوف، خيانه عظمى. يلا نكمل دابا، كمل انا تصنتلك، دابا غير ما حددنا المفاهيم نكملوا المسائل. لا لا، خيانه بالمفهوم ديال الخيانه، لان شفت بعينيا كما تيقولوا اون فلان غون ديلي، داكشي ما فيه لا هكا ولا هكا. نعم. انا الزوج ديالي، الناس اللي دايرين بيا والوالد ديالي وداكشي، الزوج ديالي انا مهتم بيا ومهتم بالدارو، زعما ما عندي حتى شي اشكال. تيقولوا لي عيشي راكي واكله شاربه ديما مسافره ديما هادي، اذا عيشي ونسي داكشي، نسي داك الشخص داكشي اللي تيدير. انا ما قدرتش فهمتي، حاولت ما امكن ما قدرتش، انا غير الا شفت شي حاجه ولا هذا وعارفه هذا بانه كاين معاه وحده اخرى وما قداش نهضر ما قداش فهمتي داكشي تيأثر فيا انايا. نعم. دابا مؤخرا دابا هو ولا تيميل الدراري لجهته، تيغريهم بالفلوس، تيخرجهم، تي هذا، وانا حاولت ما امكن انني فهمتي نتعامل مع هادشي ونقول ما كاين مشكل، راه ولادو هادوك الا خرجهم راه ولادو، مي داكشي دابا بدا كيأثر عليا انا من جهه الولاد. بحال اش لالا؟ كيف دير دابا انا بنتي الكبيره ما بقاتش كتهضر معايا، كتقول لي انتي ماشي ماما، حيت هو تيمشي تيقول لهم انا راه كندير لها اللي بغات، اي حاجه بغاتها كنشريها ليها، اشنو بغات، علاش فهمتي. هما المشكل اللي بيني وبين اللي بيني وبينو ما فاهمينوش، لان ما فاهمينش هما الخيانه شنو كتعني لي انا، ولا ما فاهمينش. ولكن لالا خديجه وليداتك واش عارفين هاد الشيء؟ عارفينه ولكن هو ديما تينكر، معمر زعما قال واخا انا شفت بعيني وهذا، هو ديما تينكر كيقول لا انا ما كاينش. وعمرك دويتي مع الموضوع؟ عمرك دويتي معاه؟ دائما 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 دائما، ماشي زعما
دائما حنا هذا الموضوع كندو وتدخلوا الناس ونعل الشيطان وحشومه عليك وكيدخلوه من الجانب الديني وتيدخلوه من الجانب الاخلاقي وتيدخلوه من الجانب وتيقول لك ايه هو خا صافي شي تدوز المده وصافي وتيرجع لان صافي انا داكشي ولفته ما بقيتش انايا كنحاول ما كنت نقول ما نهضرش على داكشي هو عارف بلي هادشي كياثر على ولادو غياثر على حياتهم لا عارف راه دابا ها هو بلي دابا ما بقاوش وقت من الاوقات يمكن يدمرهم بلا ما يحس هادشي كدوي فيه لا دابا واش واحد الانسان ما عرفت انا ما نقدرش ندخل الشخصيه ديالو انا تنقول واحد الانسان اللي دار داك لو با باش يمشي للخيانه راه ما غاديش يكون كيفكر في داكشي هو غيكون هو بالنسبه ليه كلي انت ولادك وشربي وسافري ودوري وانا خليني انا ما شغلكش فيا لا 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 خديجه سمحي لي لانه هني في ما يتعلق بالخيانه الزوجيه هنا كتكون دوافع كتكون دوافع اما كتكون من الزوج اللي هو بين قوسين كيقولوا بعض الناس كيقولوا زهواني او لا عيني خضراء او لا بحال هكا اللي هو يعني ما عنده غراض وما كيحلل ما كيحرم او لا كتكون من قبل الزوجه بعض المرات من قله الاهتمام بنفسها بعض المرات المراه مع احترامي الاخوات ديالنا المتزوجات اللي هما مواتنا وخواتاتنا وعيالاتنا الى غير ذلك كاين بعض المرات المراه كتنسى راسها داخل البيت حتى كتولي هذيك المراه اللي في الزنقه كتولي افضل ليه من مراته داخل البيت مناش من الاهمال ديالها انها كتهمل بعض المرات في الحاله النفسيه ديالتها فلذلك نوصيك انت من جهتك انك انت تهتمي براسك هذا اولا ثانيا ما يتعلق بهذه الخيانه الزوجيه الى انسان كان تربى على واحد الطبع وما بغاش يفرق بين حالته وهو عزري وحالته وهو متزوج لان حنا المتزوج الزوج المحصن راه ماشي داك اللي عنده المراه فقط اللي جرب الزواج اللي جرب الزواج كيولي محصن سواء بيطلق او لا ما بقاش مع الزوجة ديالته ولا كذا هذا عرف طريق الزواج راه ما بقاش عنده الحق في الدين ديالنا انه يمشي يمارس من غير في بيت في اطار ديال واحد الزواج اللي هو اسلامي صحيح يعني كل حاجه كل علاقه كنت شفتي الا سمحتي لي في هذه النقطه هذه دابا تكلمتي على الاهتمام بالمراه دابا انا غنجي من العيالات نعم. واش المراه حتى هي لما كانش الراجل كيهتم براسو وتا هو ما كيقلبش على انه يرضي مراته وتا انه ما كيقلبش على انه يهتم بها واش يمكن حنا نقبلوا لانه دابا ملي كنسمعوا بشكون واقعيين فاش كنسمعوا بطبيعه الحال بعيدا على ما كيقول الدين وبعيدا على ما كتقول الاعراف وبعيدا على شي كامل ندوع الواقع الاجتماعي اللي كنعيشوا الا سمعنا راجل كيهضر مراته راه هناك جوج العيالات مثلا كتقول وصافي هادشي دابا يدوز وراه هو راجل اللي خرج للزنقه راه ديال الناس كاملين ولا دخل الدار راه ديالك وصافي تجوزي هادشي في الوقيته الا شفنا شي مراه اللي قامت بهذا التصرف لا حول ولا قوة إلا بالله فعلا وتاركة نعم وما مزيانش ودارت وفعلات وتركات نعم كأنه في بعض الأحيان نبيح للرجل هاد المسألة هذه في الوقت اللي هو الضرر النفسي على المرأة والراجل أكيد الرجل كيضر أكيد والمرأة هي كتضر نفسيا ملي كتشوف راجلها كيغدرها أشوف الله سبحانه وتعالى لما بغي نضمن لنا هذه العلاقة قال لنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال له قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن في الآخر ذلك أزكى لهم يعني اللي بغى التزكية ديال النفس ديالو الرجل خصو يراعي حقوق المراه والمراه تراعي حقوق الرجل راه الا ما رايناش هذه الحقوق هذه المشتركه بين الزوج وبين الزوجه غادي نوليو ندخلوا للسيبه فلذلك علاش المراه اكثر من الرجل هما سياني في الوزر الرجل المحصن ما خصوش انه يشوف الا الزوجه ديالته والمراه المحصنه ما خصهاش تشوف الا الزوج الا الزوج ديالها والا الا دخلت العلاقه هذه مع بعضياتها ولينا عندنا شي ديال السيبه مع بعضياتنا غادي نوصلوا الى ما لا تحمد عقباه في المجتمع الشر كاين غادي نوليو التسخ وغادي نوليو تشتت العلاقات وتشتت ديال الوليدات وغادي نوليو اشياء كثيره لكن لما كنلقاو ان واحد الزوج اللي هو مثلا كان يعني كان عنده علاقات سابقه قبل الزواج وما استطاع شيء انه يخرج من داك البرزخ نسميه حنا برزخ بين قوسين ديال انه واحد النهار كان عزري وكان كيدير اللي بغاو حتى واحد ما كيحاسبو وواحد النهار دخل واحد الاطار مؤطر واحد الاطار اللي هو قفص الزوجيه القفص الذهبي العش الجنه ديال الازواج الجنه ديال الزواج هو داك القفص وما بقاش قفص هو جنه اللي كيدخل ليها الزوج معاك بأسف كاين اللي عنده جنه كيدخل الجنه
وكيرجعها على راسو جهنم. علاش؟ لان كيخرج منها وكيبغي الا يمشي البلاص البؤر ديال 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 الفساد ويرجع ليها. ربما كوش يوسف رجعوا لها خديجه لان مازال ما عرفناش السؤال ديالها باش ما نبقاوش قلقانين معنا. خديجه حارت وي لالا خديجه واش حنا غاديين معاك في الخط ولا عندك شي سؤال في؟ لا انا ما غاديش معايا في الخط لان دابا لا لان دابا غير صراحه باش ما تقلقوش مني. تفضل معاك تفضل. انا كنهضر على المشكل ديالي يعني لان هادشي اللي كتهضروا عليه هو اللي كاين في الدين واللي خاصو يكون واللي الناس راه فاهمينه وربما حتى هو فاهمه. لان راه الانسان الانسان تيدخل فواحد العلاقه زوجيه راه ما خصوش هادي وما خصوش وخصو التزام وخصو هادي والمراه عندها حقوق ويحس ما لا هو ما عليه انما هادشي ما كاينش. انا ما واحد انا ماشي واحد نأطر المشكل. انا ماشي واحد لا انا ماشي واحد انسانه اللي هاملة نفسي. انا واحد الانسانه اللي انت ما شفتينيش ما شفتيش الصوره ديالي ولكن لو شفتيني غادي تقول لي راه ما شفتيش. لا حنا راه ما تكلمناش معاك على خديجه انت حنا باقي نؤطر الموضوع باقي ما دخلناش الموضوع فقط غير باش تعاود من الافائده على الناس اللي كيسمعوا. القضيه ديال انني هامله نفسي ولا ما هامله ما كايناش نهائيا. انا فهمتي ما هامله مقابله ضعيف هذه تحسبوا لك تفضل ومقابله مزيان تفضل. انا المشكل دابا اللي عندي هو اللي عطى الله عطاه انا هو ما جميع الحلول درت معاه داكشي اللي قالوا لي الناس وباش نصحوني الناس وباش ديري لا تقدي تقدي لا راه الراجل ربما كيبغي هادي درت هادي لا جميع داك المسائل كلها ناقشتها مع الناس لونتوراج ديالي ودرتها. ولكن هذاك هذاك الانسان هو وزير نساء ربما كما ما نقدرش ندخل الدماغ ديالو نعرف اشنو هو كيفاش كيفكر كيفاش هو تيرخص لنفسه هذيك المسائل اللي تيديرها ربما تيتجه ما نعرف كتجي بانه من حقه انه يدير بحال هكا. نعم انا دابا المشكل اللي عندي هو بنتي دوك الوليدات كيفاش انا غادي نقدر نرجع ما نعرف هو تيصاب يداهم. يعني انت لا خديجه ما بقيتيش مركزه على علاقتك مع راجلك بقدر ما مركزه على ولادك يعني وليتوا بحال كتصارعوا على ولادكم هو كيجبد جهته وانت كتجبدي لجهتك. جهتي انا ما بقيتش كنجبد جهتي انا صافي حيت عييت طلب التعادل خليته قلت ليه ما حد انك كتمشي لعندهم صافي غير ما حدهم انك جريتيهم هكا صافي غير سير راه ولادي هذوك غادي يبقاو ولادي واخا ما عرفتي اكيد. انا دابا المشكل اللي عندي هو التعامل. الدراري ولاو ملي كيجيو لعندي كيدخلوا غير عندي للبيت وتيعيط عليهم تيبداو يقفوا تيقول لي ناري ناري ماما ما تقوليش لي راك معاك ما تقوليش لك فهمتي. نعم فهمتي بحال لا خديجه الوليدات ديالك يعني شحال الاعمار ديالهم بنتي؟ أنا عندي الكبيرة عندها 17 عام وعندي 12 عام وعندي 5 سنين. نعم اللي غادي نصحي بها لالا خديجه دابا حنا كنا كنقولها قبل ما كنا كنتكلموا كنا كنتكلموا بصفه عامه باش نعرفوا علاش هذا الراجل هذا كيمشي كيعمل الخيانه. يعني كاين اسباب كاين اللي عنده اسباب وكاين اللي ما عندوش اي اسباب. حنا تكلمنا على الاسباب تكلمنا على ربما كيكون واحد الجانب ديال الاهمال. على كل حال هذا الموضوع هذا ما غنتكلموش عليه الان لانه نخليوه اللي كنتكلم عليه الان. دابا الزوج ديالك وانت راضيه على انه يعني كيخرج خارج اطار ديال الزوجيه وكيمارس اشياء اللي هي لا هي ماشي راضيه فقدت الصبر. لا هذا ما المشكل فقدت القدره على انها ماشي معنى راضيه اذا ما راضياش هي ما راضيه شيء. اول شيء غتعمل خصها تعلم انها غير راضيه على الزوج ديالها بهذاك الشكل. معناه انه رجل نعم رجل كيدخل للدار كينفق على وليداتو كينفق على مراتو كينفق على كذا حقو هذاك. لكن هناك واحد الحق اللي هو شرعي اللي هو حق ديال الفراش. انا كنقول لاختي هذاك حق ما تمكني شيء منه لانه باش كان نفيقوا على الانسان ما بغاش يتعظ لا بالقران ولا بالاصدقاء ولا بالعلماء ولا بالناس اللي كيبغيو ليه الخير حاجه. اذا كان مرسو الشيء اللي عطاهنا اسلحه شرعيه عطاهنا الله تعالى هو اننا نمتنعوا على الفراش. لان ذاك الفراش اللي ولا كيمشي كيتشاركوا مع ناس اخرين ما بقاش انه يشاركوا معك. هذه وحده. ولكن كيف تشوف واش هاد المسألة ما يمكنش تزيد من الطين بلة؟ يعني الإنسان إلا كان ما كيقولوا دابا هي ولي على كل ماشي تزيد في الطين بلة. وتصور واحد الراجل كاين 10 3 ديال العيات ولا 4 ديال العيات وكيجي عند مراته في الليل. واش كيفاش يمكن ليها؟ لا من ناحية السلامة الصحية ديالتها صعيب عليها ولا من ناحية النفسية ولا من ناحية حتى ديال 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 النشوة ديال الزواج وديال الفراش ما كتكونش. لأن المرأة تصور المرأة عاد فيها رجل
كتشم فيه ريحه النساء اخريات، كيفاش غادي كيفاش غادي يكون معاها داخل الفراش؟ يعني واخا ما كتشمهاش فعليا غادي يمشي ويعوم ويتعطر وكذا كذا، لكن كتبقى تشم فيه بانه راه كان لاصق مع واحد الانسان اخر الى غير ذلك. على كل ما هادشي ما نتكلموش فيه لانه ما نبغوش نميعوا الاشياء داخل هذا الاستوديو اللي كنحترموه. كيبقى علاقه البنيتات اللي هو كيجر البنيتات بالمال او لا بالخلعه او لا بالتخويف او لا باساليب ديال 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 التهديد، باش اللي ما يعيط لهم ديال خارجين كيقفخوه معناه انه كيهددهم او لانه كيتوعدهم باشياء الا تعاملوا معاك انت. فانت كتبقي دائما ام، ديك الام حنون اللي كتعطي ولادها الحنان وكتعطيهم النصيحه الجميله، اللي كتعاملوا معهم معامله طيبه، اللي كتكون لنا واحد الجيل اللي هو صالح، ماشي جيل اللي هو عارفين بان الوليدات ديالهم اذكياء. ربما هذا تعامل مومونطاني يعني عنده واحد الوقت معين الان محدوم تحت كنف ديالو، لكن كوني متاكده بانه غدا لما غادي يوصلوا السن ديال البلوغ وغادي يوصلوا السن ديال الرشد القانوني او لا رشد العقلي ديالهم، راه غادي يعرفوا بانهم هم ما دات الا الخير، ما عمرها ما ادتهم، ما عمرها ما ما ما, ما ضرباتهم، ما عمرها ما توعدتهم باشياء اللي هي ماشي الصحيح ديالهم، وان كل الاشياء كلها اللي كانوا كيسمعوا من الاب ديالهم ما هي الا اشياء من اجل تدمير ديال الشخصيه ديالهم. واكيد كوني متاكده بانهم غادي يرجعوا لك الوليدات ديالك كيف ما بغيتيهم، كيف ما انت نشئتيهم. انت ما تقصيش عليهم، عامليهم بعطف، عامليهم بحنان، عامليهم بموده، لا تذكري باهم قدامه الا باشياء ديال الخير. والاشياء الاخرى غتقولوا انتم باقيين صغار ما نقولهاش لكم او لا راكم كتعرفوها، اذا لا داعي لان اشرح الشيء اللي هو مفهوم عندكم وكتعرفوه. اللي كل امراه او كل اسره ما كتقبلوش في وليداتها، فكيفاش نتقبلوا في المعيل ديال الاسره او لا في رب الاسره؟ نعم ما خلى لك حتى حاجه، يعني الحمد لله كافي كل شيء، لكن راه ما كيعطيش الشرع الحق انه يعيش حياته كيف ما بغى الا في اطار واحد اطار معين اللي هو اطار ديال الزوجيه. خارج اطار الزوجيه كيولي كله مشاكل وكله اشياء اللي غتعرض الاسره الى ما لا تحمد عقباها. وربما يعني كوتش يوسف هي رساله للزوج اللي كان كيتابعنا دابا، يعرف بانه ربما الانسان يمكن يشوف يكون غلط شي اشياء في حياته، يمكن يشوف شي اشياء ببساطه، ولكن يفكر باللي عنده بنياته ومساله عنده بنياته، ماشي انه غيضحك عليهم شي حد ولا ممكن يحميهم. وكاين واحد النهار غيتزوجوا ويتصور راسو بان هاد البنات مزوجين وكيعيشوا هاد الماساه. نعم. يعني كتعيش بنته هاد الماساه ديال ان زوجها ما معهاش او لا كيغدرها او كيخونها، او ان بنته مزوجه وكلها شك تجاه زوجها وخايفه من زوجها انه يدير، وخايفه من زوجها انه يفكر مزيان في هاد المساله لانه غتاثر بزاف على وليداته بطبيعه الحال. اكيد. شوف فاصل، عندك شي اضافه كلشي قبل؟ كنتاسف للاسف. بعد الحين كنرتكبوا اخطاء في حياتنا ما كنعرفوش اللي عندها تاثير على وليداتنا وعلى ما عندهمش الجراه انهم يلقاو واحد الحل يعني ايجابي للاسره ديالتهم، بدل من 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 البحث على حلول اخرى اللي هي مجانبه لا الشرع ولا الخلق الانساني ولا غير ذلك. حنا حيوانات، الحيوان لما كيمشي تعيش مع الانثى ديالته ما كيفرقهاش، وحتى لا فرقها كاين الحيوان اللي صافي كيوقف الحياه ديالته لانه توقفات مع الحياه ديال الشريك ديالو، في حين ان الانسان كتلقى عنده ملكة الجمال في البيت ديالته، جمال الخلقي وجمال الخلقي والادب والتواضع، ويمكن كيف ما كنقول حنايا توفرت فيها اوصاف ديال بنت الناس اللي كيقلبوا عليها الناس البيوت ديالهم. فاذا به كيخليها وكيمشي كيقلب على منشوى وعلى واحد الاشياء اللي هي حقيره جدا، يعني اللي هي كتنتهي في اشياء اللي هي لحظيه ولكن كيكون عندها تاثير من بعد في لحظات، وكيدمر بها حياه ديال الوليدات وديال المجتمع وديال الاسره. نعم. لاكملها لا حول ولا قوه الا بالله. وعليه نسال الله يهدي الجميع. كلنا يمكن نرتكبوا اخطاء قد تختلف احجام اخطائنا، ولكن اكيد انه كنرضوا بال وليداتنا، ضعاف نفسيا نخافوا على وليداتنا في واحد الظروف، لكن ما نعطيوش نفسنا اكثر من هذه الاشياء هذه. نعم. ونخليو اننا ندمروا حياه ديال الازواج ديالنا، لان نساؤنا راه امانه في الرقاب ديالنا، خصنا نحتفظوا عليهم. نمشيو فاصل اعلاني ونرجعوا معكم مستمعين. كي مقصر
رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو برنامجكم الحل بين يديك، وحكي لنا قصتك على 0522-46-72-50 أو 51 أو 52. أيضا ممكنكم تواصلوا معنا أوفيائنا عبر الاس ام اس كيسابتكم حل، خليوا فراغ وصفتوا السؤال ديالكم ل 50-80 ثمن رسالة 6 ديال درهم مع احتساب الرسوم. أيضا ممكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج اللي هي الحل بين يديك. غادي نمشيو ناخذوا معنا مكالمة معنا لالا نعيمة من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كان ممكن لالا نعيمة الله يخليك نقصي التليفون بقي، نقصي الراديو بقي معنا في التليفون. أستاذة كنشرف بزاف، فرحت بزاف ملي شد ليا الخيط. الله يجازيكم بخير. مرحبا بك لالا، الله يطول عمرك. الله يجازيك بخير، واحتراماتي للدكتور يوسف. الله المشكل اللي عندي، انا ارملة وعندي ولدي عنده 26 عام ودار علاقة مع واحد السيدة كتفوقه بشي 10 سنين ودابا قالك بغي يتزوج بيها، وهو ما خدامش خدمة زعما اللي توافقوا للزواج ويقدر يفتح بيت وهذا. يلا تقريبا كياخذ واحد 1500 ولا 1700 هكا الشهر، ما يمكنش ليه. وانا أرملة وعندي غير واحد التقاعد في انا قليل، ما بقيتش عرفت اش غندير معاه. نعم لالا نعيمة، نعم استاذ. الانسان من الناحية العاطفية يميل الى 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 يعني الانسان الاخر اللي هو كيكملوا، اما رجل يميل الى انثى او انثى تميل الى رجل. كاين من الناحيه العاطفيه كيكون هناك تكامل، وكيكون هناك مشروع ديال الزواج، ممكن يكون مشروع ديال الزواج يعني كيكون اعجاب، وكتكون اشياء اللي كل واحد فينا كينظر فيها للشريك ديال الحياه ديالته، ربما كيلقاها في واحد الانسان معين وكيبغي يتزوج به. لكن ما يتعلق بالسن، ما يتعلق بالسن هو حتى هو له التاثير ديالو، لان المشرع ديالنا شرع لنا الزواج، شرع لنا الحاجه تكون الكفاءه، الكفاءه في الزواج يعني يكون 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 الزوج مقارب الزوجة ديالته من ناحية ديال الأصول الأسرية، من ناحية ديال الطباع، وكذلك حتى من ناحية ديال السن، حتى من ناحية ديال السن خص يكون واحد شوية ديال التقارب بين الرجل وبين المرأة من ناحية ديال الزواج. والمحبب، المحبب عند الناس هو أن يكون سن الزوجة هو أقل من سن الزوج. هذا هو اللي هو طبيعي وعادي. علاش؟ لأن باش يستطيع الزوج يتماشى مع الزوجة ديالته وباش يعيشوا واحد الحياة اللي هي سعيدة وباش ينظموا الحياة ديالتهم إلى غير ذلك، مفروض أنه الزوج يكون أكبر سنا من الزوجة ديالته. ماشي ذاك السن الفاحش، ذاك الكبار الفاحش، وإنما واحد الكبار اللي هو مقبول بين الناس. لأن إذا كانت عاوتاني الراجل كبر من المرأة بواحد السنوات كبيرة بزاف، راه غادي يضيع ديك المرأة، لانه غادي كيفكر في غير تفكيرها وعندو اهتمامات غير اهتمامات ديالتها، وغادي يضيعها في المسار ديال الحياه ديالهم. راه كذلك ما يقع لي الزوج اذا كان كبير في السن مع الزوجه ديالته اذا كانت صغيره في السن، كذلك يقع لي الزوج اذا كان صغير في السن مع زوجه مع مراته اذا كانت كبيره في السن. 36 عام هو سن ديال المتوسطين، لكن صعيب على إنسان أنه يعيش واحد حياة مع إنسان اللي هو كبر منه بعمره، اللي هي كبر منه 10 سنين. لأن اللي كبر منه 10 سنين راه كبر منه بتجربة ديال 20 عام، ماشي تجربة ديال 10 سنين، ماشي سنوات، ولات هي كبر منه يعني بواحد تجربة مدوبلة على ذاك الفرق ديال السن ديالو. معناه أنه قد يجد في زوجه أشياء ولكن يحرم من أشياء كثيرة جدا، وكذلك هي قد تجد في أشياء وتحرم من أشياء. فلذلك خص الإنسان هذا يتريت في مثل هذه الزيجات، هذه يتريت الإنسان ويأخذ واحد الوقت الكافي ديالو للتفكير، أشنو بغى في هذيك السيدة اللي هي مثلا عندها 36 عام، أشنو عشق فيها؟ عشق فيها الفكر، أو لا عشق فيها الجمال، أو لا عشق فيها المادة، أو لا عشق فيها أشياء أخرى. يعني يحط هذه الأشياء هذه يحطها كأسس، أنا بغيت نتزوج، علاش اختاريت هذه ومختاريتش هذه؟ علاش بالضبط؟ إلا لقى راسو بأنه عنده المحفزات اللي خلاته تدفعو إلى الزواج بهذه السيدة مولات 36 عام، وأنه مقابل
انه يعيش معها قبل انه يلقى راسو واحد النهار بانه في كامل القوه ديالته البدنيه والعقليه والنشاط النشوي ديالو، في حين ان المراه تكون عيات او مابقاش عندها رغبه للفراش، مابقاش عندها رغبه لمسايره الحياه الزوجيه. واش مستعد انه يسير هذه المراه هذه في جميع اطوار، او لان غادي تتزوج بها غير واحد المده معينه ومن بعد غادي تولي عبء عليه وغادي يقاسو بانه مابقاش انه يصور معها في حياته، وغادي يقلب عليها باش يجيب عليها الضره او باش يعمل تعدد او باش اشياء. اذا هذه الاشياء هذه كلها الجانب المادي راه مهم، يعني الانسان الى هو غير مستقر ماديا مايمكنش يفتح بيت، ربما تكون هي مثلا موظفه مع ذلك يعني المال اللي غادي يغطي المصاريف ديالو ديالها. ولكن انا البارحه عندي واحد اللقاء مع واحد السيده وكنتكلم انا وياها، عايشه هذه الحاله هذه، تزوجت زوجا ولكنه ما عندوش دخل، ما عندوش دخل، اذا ولات عندها مشكل. ها هو زوج في الفراش رجل، ولكن في غير الفراش لا شيء، كي غادي دي تعيش دين ولدك فعال كتقلب على السعادة، فإذا ما كتلقى التعاسة داخل البيت ديالها. فرق هالشي غنقول لخويا وغنقول لجميع الناس أنه قبل ما نتزوجوا نحطوا هاد الأسس هادي، راه ماشي نظرة شفت عين ودخل داك الكود فود كيف ما كيقولوا، يعني واحد الحاجة تحركات غادي على ضوءها نوضوا نتحركوا، وإنما نحطوا الأسس للزواج، لأنه بناء ديال الأسرة هي شركة، ما يمكنش اننا نجيو ونحطوها غير كيك جوزافه ننجزفوا بها، وانما خصنا نحطوا لها الاسس ديالها. انا علاش غنتزوج؟ واش هي غايتي من الزواج؟ علاش خصيت هاد المراه؟ وما هي غايتي فيها؟ واش غايتي اني نحميها؟ غايتي اني نستفد من الوضع ديالها المادي والمعنوي او الاسري او غير ذلك؟ غايتي اني نستفد من العلاقات ديالها العامه او شي حاجه؟ او لا اني غير تغندفت؟ او لا ما 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 عرفتش اش كندير، وتصيت في واحد الوقت اللي العقل ديالي مشى وراء شهوه معينه، واحد النهار غادي قاسي داخل القفص الزوجية او الجنة الزوجية. لكن نعم. بالنسبه لي انايا ما يعني الانسان كيخص دائما يفكر في انه يكون تقارب طبيعي. اذا هاد المره هادي نقول لها توصي ولدها وتجلس معاه الجلسه ديال العاقلين، اولدي انت بغيتي تزوج، اشنو هو بغيتي في هاد الزوجه هادي؟ اشنو اللي عجبك فيها؟ واش انت مستعد انها لما تضعف هي في الناحيه القوه ديالتها، لما ما يبقاش داك الجمال هو ما يبقاش اشياء معينه، واش انت مستعد انك تدعم هاد المراه هادي وتمشي معاها؟ لان هادي مسيره الحياه، ومفروض اننا كنتزوجوا ابديا، ما كنتزوجوش هي فقط لفتره معينه. او لا الا ما كانش عندك هاد الاستعداد اولدي، خلي المراه عليك في افتقار، خلي داك الاعجاب وخلي الاشياء اللي شتي فيها خليها بعيد. نعم. وقلب على المراه اللي غادي تسيرك وغادي تمشي معك في حياتك ديالك. خوش يوسف، شكرا جزيلا لك، نلتقي باذن الله غدا، مشكور على تواصلك معنا، غادي نمشي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميت راديو وبرنامجكم الحل بين يديك. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع دائما إلى حدود الساعة الرابعة. وحضر معنا كالعادة الكوتش يوسف بصير، مدرب في إطار تطوير الذاتي، مرحبا بك كوتش يوسف. مرحبا سكينة، مرحبا جميع متتبعي أكاديمية ميت راديو، يومهم مبارك سعيد ويومنا معهم أيضا. مرحبا كوتش يوسف. كوتش يوسف، اليوم غادي نتكلموا على التراكم في تربية الأبناء. ربما تجربة تربية الأبناء هي تجربة اللي كان بدأوها بالفطرة. نعم. وكتراكم من خلالها مجموعة من التجارب اللي كان بنوع عليها علاقتنا مع وليداتنا. هي الحياة في الأصل هي تجارب، يعني الإنسان ملي سيقرأ مش يمي سيخدم مش يمي تيتزوج مش يمي تيولد وليدات، وملي كيجيو الوليدات طريقتنا في تربية الابن الأول ماشي هي في الابن الثاني، ماشي هي في الابن الثالث. نعم. ماشي هي كل واحد وتفكيره في الحياة وكيفاش كيشوف علاقته مع وليداته. لكن تجربتنا مع الأول أو تجاربنا مع الأطفال الأولين كان تربوا فيها، يعني داك الفياق ديالو بالليل، كيفاش خاصني نصاوب بيبرون، واش نقدر نهز واحد البيبي فيه 3 كيلو ولا 2 كيلو تسمية، واش غنقدر نربيه، كيكون داك التخوف، اجاو الوجيعات شنو ندير، خرجوا سنينات شنو ندير، البحر بيتني بسخانة، كتلقاي واحد المحيط كله
كله معاك يعني صحاباتك اللي في الخدمة اللي ماشي في الخدمة يا كمجدولين عاونا بعضياتنا في الأول والديك زوج ديالك عائلته كل شيء كيكون معاك باش تمري في هذه التجربة ولكن مرحلة مرحلة كتختلف مي كتبدا المدرسة ولادنا كيحتاجوا منا أشياء وربما كيكتسبوا تجارب في مراهقتهم كتحتاج معنا تعامل معين وكنكتسبوا تجارب في بلوغهم في زواجهم في ولادتهم في حضور وليداتهم في حياتنا هادشي كل شيء كيحتاج منا تراكم وخبرة معينة اللي كنكتسبوها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم لما كتعطي هاد الإحاطة بالموضوع ديال الحلقة ديال اليوم اللي كيبان لي هو ان الانسان دائما في تطور دائم اذا هذه حاجتنا للتطوير الذاتي حاجتنا دائما اننا نتاقلموا مع الوضعيات الجديده اللي هي كتستجد في حياتنا ديالنا بمعنى انه راه ماشي كلنا كنتزادوا معلمين ماشي كلنا عندنا ديك العصا السحريه اللي بها كنوصلوا الى ايجاد الحلول لي ما يعتضدنا في التربية ديال وليداتنا أو في الصيروة ديال الحياة ديالنا لكن نحن نتعلم وفي كل يوم نبتكر شيء جديد من أجل تسهيل المسؤولية وتسهيل اكتساب الخبرة واكتساب المعرفة حتى نتماشى مع الواقع الحال اللي رجعنا المغرب واحد 20 عام هذه اللور أو قبل منها فكنلقاو بأن الطرق والمناهج المستعملة في تربية الأبناء تختلف 20 عام اللور كان المغرب كيتربى في الولايات على واحد النمط معين لكن الحمد لله الآن مع وسائل التكنولوجيا الحديثة مع توفر العلم مع المنتديات العلمية ولما قلتي كتقولي بأنه كنسول بعضياتنا وكنستشروا وكنتعلموا من الخبرات ديال بعضياتنا أنا كنشوف في الدار ديالي أنه الزوجة كتدخل منتديات اللي هي منتديات ديال الأسرة منتديات ديال 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 نقاشات علمية ونقاشات جادة في مواضيع من المواضيع المهمة سواء في التربية في الرضاع في الطرق ديال التنظيف ديال المولود أو لا حتى تبع الدراسة وحتى في أشياء أخرى يعني كاين أسئلة كتعطى وكتعطى حلول هي انطلاقا من التجارب ديال السيدات اللي حقوها مع وليداتهم وعطت نتائج ولكن ربما يعني كنت تشوف نفسية الأم كتختلف بعض الأحيان يعني مثلا انطلاقا من تجربتي المتواضعة أنا شوية أم مرعودة نعم تيل ممكن بقى مرعودة كبدا تقولي الوالدة ديالي راكي تلفتيني على الترابي وما بقيتش عارف ما بقيتش انا صافي نسيت وقيلا من كبرتو نسيت ولا حتى البنات في الخدمه مثلا دابا مجدولين عايده كلشي البنات زعما لي امهات ديما كيقبط زعما ديما كيضحكوا عليا في هذه المساله هذه كيقولوا انت راكي مرعوده وهي كاع مجدولين هو العاطفه ديال الام هي عاطفه بعدها فلذلك دائما كنقول لكم واحد المثل كيقولوا المغاربه لو ان غير واحد اللي ولد يسميهم مجنون يسميهم مجنون كل غير واحد اللي ودد وما جربوش مع الناس الاخرين ما معنى الولاده معنى العطف ديال الام على وليداتها معنى العطف الابوي معنى ديك الرحمه اللي كينزل الله تعالى في القلب ديال الام في الولد ديالها باش من الوقت اللي كترضعوا الوقت اللي كتكون حامله به الوقت اللي كتخرجوا للوجود الوقت اللي كتصيروا في حياته حتى كيتزوج حتى كيولد وليداته وكتبقى الام دائما ام ودائما عندها واحد الحنان واحد العطف واحد الشفقه واحد الاهتمام خاص بالمولود على كل كنت جالس في هذه النقطه واش ما مرتبطاش مثلا بالتجربه او لا بالخوف من المسؤوليه او لا ماشي ما نقولوش الخوف من المسؤوليه بالعكس هو من جانب ديال 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 ديال, ديال القيمه اللي كتعطى لهذاك المولود وهذاك الولد وهذاك الشاب وهذيك الشابه وهذاك الرجل هذيك المراه هذيك القيمه اللي كتعطى هي كتخلي ان واحد الانسان دائما كيميل ليه بالعطف واللي يعني هذا عند يعني الامهات بواحد الطريقه اللي هي طريقه حاده جدا وطريقه اللي هي قليل الا القليل من الامهات اللي كيقصح القلب ديالها على انها تبين هذه المشاعر هذه هي المشاعر كاينه ودفينه كاينه لكن بعض الناس كتقول ودي انا ما نبينهاش باش نخلي وليداتي يعتمدوا على نفسهم ونخليهم يقصحوا مع الحياه ونخليهم يواجهوا الحياه بذاك المشاق ديالها والا يعني في الحاله اللي هي عاديه وسليمه هو ان كل ام كتكون خايفه وما عارفاش خايفه من الجول دائما دائما كتحضي وليداتها ودائما مراعيهم الى غير ذلك وخير دليل سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله اللي هو قائد الأمة وهو مرشدها وهو معلمها متلقي الوحي وهو مبلغها عن الله عز وجل كان نفس الحنان اللي كيعطي
الصحابه والصحابيات كان كيعطيه بواحد الدرجه حاده جدا لمن لبنته فاطمه الزهراء ولبنيها معها الحسن والحسين اللي هما اصباط سيدنا رسول الله. يعني كانوا كيحضاو بواحد العنايه خاصه واحد العنايه فائقه واحد الحب خاص ديال سيدنا رسول الله تجاههم. ديك اللي كنسمع حنا بالمغربي بالدارجه الكبده المعاوده تسنتسا. على كل باش ندخلوا نبقاو في اطار الموضوع ديالنا لابد ان الاباء سواء الاب او الام يعني توجد الام لكن ما ننساش بان هناك اباء اللي تهما عندهم الجانب ديالهم سيدنا رسول الله. عطيني ضربنا به نموذج ديال الرجل اللي حتى هو كذلك مهتم لاسره ابنته ولشانها ولشان اسرتها وعائلتها باش تبقى دائما غاديه في ذاك الطريق السوي. يعني هاد الاهتمام هذا اللي كناخذوه عن طريق تجربه وعن طريق ممارسه وعن طريق التعلم. فلذلك لما بدينا حديث بالتطوير الذاتي كنقولوا بانه راه لابد الانسان يكتسب الخبره في حياته ما كيتوقفش على العلم وعلى المعرفه. باش نقول الانسان وحنا بان صافا هادشي اللي كان عارف نربي الاولاد كان عارف نقريهم كان عارف نتبعهم. نعم كنت كتعرف ولكن الان استجد في الوجود شيء جديد. دخلت التكنولوجيا الحديثه الى بيوتنا بغينا ولا كرهنا عن طريق التلفاز عن طريق لا 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 المعلوميات عن طريق الوسائل الحديثه الاتصال اللي كاينه حتى عن طريق هذه البرامج ديالنا اللي كنقدموا النهار كله. وهذه الاذاعه الكريمه كتقدم نصائح للامهات للمجتمع للاسره للاباء سواء في امور ديال الصحه ديالتهم ولا في التغذيه ديالتهم ولا في التطوير الذاتي او لا حتى في القضايا النفسيه المتعلقه بالتكوين ديالهم النفسي او لا في التكوين الاجتماعي او لا كيفاش مخالطه الاخرين ولا الاتصال بهم. يعني هاد الوسائل هذه كلها دخلت باش تجيب لنا واحد جديد. شنو الجديد؟ هو انها تقول لنا يا ايها الناس راكم مازال محتاجين الى العلم. وسبحان الله الله تعالى في القران الكريم ما امرنا بالاستزاده من شيء وطلب الزياده لا من المال ولا من البنون ولا من اي شيء ولكن قال لنا في سوره طه وقل ربي زدني علما. اذا اي علم تعلمه الانسان او اي خبره تراكمت عند الانسان الا وين بغي عليه ان يستعملها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا رحم الله من تعلم علما وعلمه. ماشي قضية انك تاخذ الخبره وتكتسبها لنفسك لا وانما كتاخذها وكتهديها للاخرين كتقدمها لهم يعني ما دمت اهلا لتقديم هذيك الخدمه او هذيك المعرفه للاخرين. وهذا هو الدور اللي كتقوم به هذه الاذاعه الكريمه اللي كنسميها انا اكاديميه ميد راديو القريبه من الناس فعلا لانها يعني كتحاول انها تختار المواضيع اللي تهم المجتمع اللي تهم الاسره اللي تمكنهم انهم ياخذوا يعني يراكموا واحد الكم معرفي وعلمي جدا باش يسيروا الحياه ديالهم. وفي صلب الاهتمام وفي بؤره الاهتمام كاين عندنا الاولاد ديالنا اللي هما فادات الاكباد اللي هما المستقبل ديال هذه الامه هذه اللي بغينا ان الوالدين والامهات اباء مربيين اساتذه مشرفين على الجيل القادم انهم يعني يحيطهم بالعنايه ديالهم يحيطهم بالرحمه ديالهم من اجل باش يوصلهم. الا اننا يعني كنبغي نركز على هذه القضيه ما يتعلق في التربيه ديال الابناء بين الاب وبالام وحتى من حيث ما نعلمه وما نقيه الابناء راه ينبغي ان نترك الابناء بعيدين او ابعاد على الخلافات الزوجيه. لان ما تكلمنا البارح مع واحد الاخت ديالنا الاخت خديجه وتكلمنا مع واحد مجموعه ديال الاخوات مثلها في الفل في هذه الاذاعه هذه اللي كيحطوا الوليدات في صلب المشاكل الزوجيه وكيوليو كيتنازعوا الاب كيجر جهته والام كتجر جهتها. فهذا خطا فادح في تكوين الشخصيه ديال الوليدات لانها كل 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 تصادم بين الاب والام في التربيه الا وكينشئ لنا واحد الجيل اللي هو معطوب. ذاك الجيل اللي دائما كنتكلموا عليه في هذه الاذاعه هذه وكنتكلم على الاخ ديالنا الدكتور الدريبي بواحد الطريقه اللي هي هائله الله يجزيه بخير. فلذلك ينبغي ابعاد الابناء يكون مشاكل بين الازواج مرحبا لكن الابناء نخليهم بعاد نحطوهم في الظل نحطوهم في واحد المكان اللي هو امن يبقى لهم باهم وبهم وتبقى لهم هم هي امهم عندهم عطف ابوي عندهم عطف اموي لكن
ما يمشيش هذاك الخلافات الزوجيه تنصب على الاولاد والولاد هما داك المحور اللي كضوا عليه الصراعات، لان هكا غادي نكلفوا الوليدات ما لا يطيقون، خاصه لما كنرجعوهم هما السبب لهذه المشاكل، وبسببك انت تنازلت، بسببك انت عملت، بسببك كذا. فلما كنحملوا الوليدات هذه المسؤوليه هذه راه كنتقلوا الكاهن ديالهم شيء اللي هو لا يطيقونه. فلذلك حذاري من اننا نجعلوا وليداتنا في وسط هذه الخلافات الزوجيه، نخليهم بعاد ونخليو التجارب ديالنا نتعلموا باش نكونوا مع وليداتنا وباش يمكن يصلحوا الشان ديالهم ان شاء الله. ولكن حنا مازال مستمرين معك طبيعه الحال كوتش يوسف، غنشوف واصل علينا ثم اقتراح غنائي وراجعين سقل ومكالمات الاوفياء من خلال حكي لي نقصك. حكي لي نقصك. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم، تنرحبوا بالجميع وبكل اوفيائنا اللي كيتابعونا دائما في هذا اللقاء المباشر. فاهلا وسهلا ومرحبا على 05 22 46 72 50 او لا 51 او لا 52. ايضا ممكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. غادي نمشي ناخذ معنا رساله كتقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كنشكركم على هذا البرنامج. انا عبد الله كندرس بالكليه في اكادير، كنعاني من الوسواس القهري وكنعاني من الخوف من الناس، مرجو انكم ترشدوني واش نبحث على طبيب نفسي ام نتجه لاتجاه الرقيه الشرعيه. و فوالا، اذا ربما هنا يعني كوتش يوسف بعض الاحيان تنبداو نشخصوا المشاكل النفسيه غير بوحدنا، لان الوسواس القهري راه واحد الكلمه كبيره بزاف. اول شيء لما كيقول لي شي واحد الوسواس القهري انا براسي كنبدا نتساءل شنو هو هذا الوسواس القهري هذا الذي يقوله، شنو هو؟ فلذلك المهم التخوفات ولا كذا، تخوف من الناس ولا كذا، هذا نتيجة ديال تراكم واحد مجموعة ديال المعلومات، واحد مجموعة ديال الأفكار اللي هي سلبية كناخدوها على واحد مجموعة ديال الناس. وهنا عاوتاني كنرجعو نتكلمو دائما في نفس الموضوع ديالنا ديال 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 هاد الأسبوع هذا، علاش بالضبط كنسقطو يعني أفكار سلبية على واحد مجموعة ديال الناس؟ رد البال من فلان، رد البال من هذا، عندك هذا، عندك هذا. إلا أنت هذاك إنسان عاملك واحد المعاملة قبيحة، راه ماشي أنه راه قبيح دائما غادي يعامل الناس كلها معاملة قبيحة. نشوفوا فيه واحد الجانب اللي هو ايجابي ونستعملوه. على كل كيف ما قال حال، حتى داك التحذير من 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 مشاكل الناس ومن الخطوره ديال بعض الناس ومن واحد الاشياء اللي مسكين الانسان كيتعرض عليها، النصب، الاحتيال الى غير ذلك، هذه كلها اسباب اللي كتخلي بعض الناس يكونوا واحد الافكار سلبيه على واحد المجموعه ديال الناس، وكيولي عندهم داك التخوف. نعم هذاك التخوف مقبول الى حد ما، مقبول واحد شويه يعني لما ندخلوه للمختبر والتحليل والتفكير، لكن ان نتخوفوا من جميع الناس، اي واحد يزم قدامنا نخافوا منه، فراه هذا راه مرض. اذا هذا خصو يتعالج. باش غادي يتعالج؟ احنا ما كنقولوش هاي الحمد لله العلاج عندنا في القران الكريم وعندنا في العلم، والقرآن الكريم ما جاء إلا أنه يزكي العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. إذا الشفاء كاين، والوسائل العلمية كاينة، الوسائل الربانية كاينة، إلا أننا في هذا كبداية اللي غاديش خص لنا المشكل الوسواس القهري أو ولا غير تخوفات وتهيؤات كتهيئ الإنسان، أن الإنسان يعرض نفسه على طبيب مختص، طبيب نفساني مختص. الطبيب هذا اللي تعرض عليه حال ديالتك يفهم جميع حيثيات ديالتها، وعاد ديك الساعه يسقط عليك حكما، اما ان محتاج واحد المصاحبه ديال طبيب نفساني اللي غادي يعطيك عاوتاني ثقه بالنفس، ولا غادي يزودك واحد مجموعه ديال 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 المدارك اللي بها غادي تقوي المهارات ديالتك وغادي ترجع انسان سوي مزيانه، او لانه اذا كان عارف بانه القضيه ماشي قضيه ديال مصاحبه نفسيه او كذا، وانما خصك واحد العلاج بالقران الكريم او شحال، في ديك الساعه كتلجؤ الى الرقيه اللي هي اذكار اوراد صلاه. وكيف ما كان الحال، كيف ما كان الحال، سواء كنا محتاجين طبيب نفسي او كنا يعني محتاجين الكوتش او محتاجين واحد انسان مربي او محتاج كذا، فهذا لا يمنع اننا نكونوا كنتدينوا
فالدين هو الأساس لا جاء جاء ليقوم النفس ويقوم السموك دي الإنسان. فإنسان إذا جاء وقرأ القرآن وعرف كيفاش كيقرأ القرآن ويتمعن في الآيات القرآنية ويدبرها ويعرف الخطاب الرباني أشنو مقصود منه، إلا إنسان داوم على أذكار اللي هو أوراد ديالته يداوم عليها في الصباح وفي المساء وفي كل أوقات، وعند المناسبات، عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند تغير أحوال الشتاء الصاد إلى غير ذلك، ونذكر الله عز وجل، يعني كاين هناك احتصال بالله عز وجل، راه غادي نكونوا نجينا نفسنا من واحد المجموعة ديال الأشياء. ودائما دائما أقولها بأنه في التعليم ديالنا الأولي الابتدائي اللي كنا كنقراو وصايا لقمان، سورة لقمان في البداية ديالها بعد واحد خمسة دي آيات كاين واحد مجموعة ديال الوصايا اللي توجه بها لقمان الحكيم لابنه، أولها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية الأولانية معناها ربط الإنسان بالله عز وجل، العنوان كثير اللي كبير يعني فوقها هو ربط الإنسان بالله منذ أن كان صغيرا إلى أن يغادر هذه الحياة. فإذا لابد أن نسعى جميعا ذكورا إناثا صغارا كبارا نسعى إلى أن نربط حبلنا بالله عز وجل، يكون عندنا واحد اتصال دائما الريزو ديالنا على واحد الريزو شاد لنا مع الله، نقرأ القرآن، نذكر الله، نؤدي الصلوات ديالنا، نؤدي الفرائض اللي علينا، نخلق الناس بخلق حسن، نطبقوا ما استطعنا الآيات القرآنية اللي هي آيات الأخلاق في القرآن، نحاول نطبقوها في السلوك ديالنا مع الناس، غادي نلقاو أننا محتاجين شيء لمصاحبة، حتى إلا احتاجينها فغادي يكون المصاحبة غتكون شيء اللي هو بسيط، ما غاديش يكون عندنا ما يسمى بالوسواس القهري. لأن ما معنى الوسواس القهري هو أن سيطرة الشيطان على الإنسان، وهذا ما يمكنش الشيطان يسيطر على الإنسان إلا ما كانش هو بعيد عن الله عز وجل، إذا ارتبط بالله يبعد منك الشيطان. نعم ماشي اللي كاين. وناخذ معنا مكالمة معنا الحسنة من دار البيضاء. مرحبا بك لالا. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. صباح حبيبي لاباس عليك. الله يطول عمرك لالا بارك الله فيك. الأستاذ باصير صباح. مرحبا. علاش قلتي لي أنا أستاذ باصير وقلتي لي سكينة؟ قولي أستاذة سكينة وقولي يا أستاذ لا سيدي أنا خليك في سكينة. لالا حسنة مرحبا بك. لا الله يكبر فيك لالا بارك الله. جيتيني من 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 الناس اللي هما مواظبين على هذه الإذاعة هذه حتى لقوا رسوم بأنهم إخوة مع جميع الطاقم ديالها سواء المسموع أو اللي وراء الستار. مرحبا لالا حسنة. مدمنه انا نيت غاديو، راه غير زعما غير ما كيحالفنيش بحظ انني شكون. وعندي حسنا انا بالعكس كنفرحانه الناس فاش كيتواصلوا معايا ببساطه، لانه كنا كنستافدوا مع بعضياتنا. انا الى واحد اختي صراحه نستافدوا منكم، كيف ما كيقول الاستاذ ديما بانها اكاديميه يعني ميد غاديو راه كتنفعونا بزاف، وشكرا لكم وزعما الله يخليكم لينا وصافي هادشي اللي غادي نقدر نسد وما يخليكم لينا احنا بكم انتما باش حنا كاينين. مرحبا بلالا تفضلي. اللي بغيت نقول لك اختي سكينه غير المشكل اللي عندي انا ما غادي نحاول نعاود شي اختي كاع زوينه بزاف غنحاول نعاود يعني باختصار المشكل اللي كاين انني كنت واحد النهار عند ما كوزين وهذا المهم شافتني خط راجلها وقالت لها راه بغيتها لولدي ياك ملي شافتني قالت لها راه بغيتها لولدي عجبتني ولدي وهذا قالت لي هذا ما كوزين قالت لي راه كي اللي كاين وهذا اللي كاين قلت لها واخا يعني نتوكلوا على الله. المهم هي السيده لقاتني بولدها عيطات عليا للدار وهذا ولقاتني بولدها صافي عطاتوني نمره التليفون داكشي بقى كيعيط ليا بقينا كنخرج مره على اساس اننا غادي غير يجمع راسو وياخذ ابارتمون هذا فين بنادم يستقر وديك الساعه ان شاء الله نتزوجوا. هذاك هذا هو يعني اللي كنا هذا هو الاساس اللي مشينا عليه. صافي حتى كنتفاجئ بانها اون فوا كتجي مثلا عند ما كوزين وكتشوف شي حاجه ماشي هي هذيك ولا مثلا شي حاجه ما عجبتهاش كتقول لي لا راه كيف ما دارت هذيك راه دير حتى هي. نعم فهمتي كيف ما دارت هذيك راه دير حتى هي. انا يعني عيت نحاول نتقرب منها ونحاول هذا ودابا انا المشكل اللي عندي في حياتي كلشي مع الناس انني انا اللي على قلبي على فمي يعني تنهضر تنضحك بطلاقه يعني ما فهمتي ما كيف ما كيقولوا المهم انا هكا يعني اللي كاينه تنقولها. نعم. دابا بعد خطوات الثانيه الله يجعلني واخا ما يكون غير نضحك كيجيبها لي واخا انا غير بالضحك فهمتي ما تنقصدش يعني المهم هي بحال حاولت يعني كل ما كتعيط ليا كنهضروا المهم بحال انا اللي شفت من عندها انا بحال داكشي اللي بغات هي مرت ولدها ما شافتوش فيا انا بحال قلت هي باغا شي وحده اللي ما تكونش كتعرف لا تقرا لا تخرج لا ديما كتقول له لا راه هي دوزت البيرمي وهي تقدر تفوق عليك انت ورغم انه هو تا هو راه واصل واحد النيفو واصل واحد هذا ولكن ديما بحال كتشوفني انا فوق من ولدها لا هذيك راه ما غتصلحش لينا لا هذيك راه مطوره عليك لا هذه يعني دارت واحد دارت فوق من جهدها. نعم
باش انها ما تخليناش نزيدوا القدام. هو انا ملي سورتو من انها شافت تعلق بيا وهذا الشيء بقينا انا وياه دابا بوندون دو زون حنا على هذا الحال. اون فوا كيجبد معها الموضوع الوالده صافي راه خصني هذا كتقول لي لا هذيك هي اللي ما تسكنش لا هذيك هي اللي ما تسكنش كنعيط لها خالتي وهذه راه انا راه داكشي اللي كتظني فيا راه ماشي هو اللي فيا عطينا غير فرصه حتى لما عجبتك وصلت مع واحد الدرجه كنقول لها شتي انا في الطلاق ديالي نحط مع الصداق ديالي اين الا ما عجبتكش طلقيني الا ما عجبتكش يعني اسمحي فيا مهم يعني غير ما تحرميناش انا وياه من بعضياتنا صراحه تعلقنا ببعضياتنا. هو ولد الناس هو ولد الناس لواحد الدرجه اللي ما تتصورش وكيتعامل مزيان بحال تقول يعني ماشي ولدها ولا هذا خواتاته وخوته كلشي كيتعامل معايا مزيان الا هي بحال يعني قالت لي لا هذيك قبيحه ولا غتسيطر هي التخوف ديالها هو اللي خلاها عمرها ما توصل بزاف د الحوايج فهمتي يعني ديما هي خايفه من اللي جاي كنقول لها شوفي خالتي انسان غير يصلي توكل على الله انا اللي خصني نخاف انا اللي بنت راه كوميم يعني حنا كنقولوا راه بحال البنت بحال الولد ولكن هو راه راجل يقدر الا طلقني يمشي يجيب وحده اخرى اما انا راه طلقت ولا هذا انا اللي غادي نضيع راه انا زعما راه ما داكشي اللي كتظني فيه انا راه ما فياش ما خلينا مع من هضرنا يعني هو هضر مع خوالات ومع عمات ومع عائله كامله ما هي ما كتحشم حتى من شي حد فهمتي ما كت يعني الا ما غلبهاش الله من عنده ما كاينش شي حد اللي غادي يقدر يغلب فيها الدار وهي مريضه يعني كتاخذ الدواء وهذا بحال قلتي يعني سورتو كتجيبها في المناسبات يعني بحال كتحررها عليهم في الدار يعني اون فوا يجبد حسنه خاص الفوضى تنوض في الدار يعني كل شيء كينوضوا لي انت وليتي محرر علينا العيشه وحنا بسبب كلنا عايشين في هذه المشاكل وهذه فهمتي يعني هو دابا وصل واحد الدرجه واحد القيت اللي تبلوكا قال نعم تفضل ربما تختار خدمه معنا لحسنة لا مازال معنا حسنة معنا للحسن للاسف فصو حنا دابا فهمنا لو كونتيكست تقريبا يعني بصفه عامه شنو هو الحوار اللي كيهمها للحسن هذا الاهتمام لهذا الشيء اللي هو هامك انت بالحال انت كتاخذي فيه 50% لكن كياخذ فيه اللي هو الرجل اللي هو ابن هذه السيده هذه المقبل على الزواج كياخذ فيه كذلك 50% ديالته يعني 50% ديالته خصو يبين بانه متشبت كيف ما انت متشبته بهذا السيد هذا اللي لقيتي فيه الاخلاق ولقيتي فيه الطيبوبه ولقيتي فيه واحد المجموعه ديال الخصال اللي كتبغيها كل امراه كتبغيها في الشريك ديال الحياه ديالها كذلك حتى هو الا كان مقتنع ولا كان كون خلال سنتين هذه كون واحد الفكره على الزوجه ديالته المستقبليه راه الى 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 كان هذا التشبت كيف ما انت متشبت به حتى هو متشبت بك راه حتى واحد ما غادي يمنعكم انكم تزوجوا. الام هذه هي حنان ديال الام راه هو هذاك حنان الام هو هذا دائما الام كتبغي تختار لولدها افضل ما كاين في الوجود افضل ما كاين في الوجود لكن افضل ما كاين في الوجود شنو هو؟ واش من ناحيه الجمال من ناحيه الاخلاق من ناحيه السلوك من ناحيه ديال الظرافه من ناحيه ديال الله اعلم يعني اشياء يعني كل ام كتبغي مرات ولدها تكون في واحد تكون احسن ليها من تب بلاتها احسن من اي شيء يعني في المحيط ديالها لان عارفه بانها غادي تزوجهم وغادي يبقى لها ولدها مع مراته هما اللي غادي يحنوا عليها هما اللي معها هما اللي غادي يرافقوها غتشوف وليداتهم الى غير ذلك. هذا يعني اشياء اللي حنا كنعيشوها في المجتمع ديالنا المغربي معكم اسف اننا لحد الساعه باقي ما قدرناش نديروا واحد ماشي قاطعه وانما واحد شويه ديال البعد نخليوه بين الزوج وزوجه ليعيش حياتهم وحنا من وراهم غادي نقوموا من وراهم غادي نصلحوا من وراهم غادي ننبهوا من وراهم غادي نعلموا من وراهم غادي نلقنوا يعني اشياء ممكن ان نعملوها ولكن تكون ديك المصاحبه البعديه ماشي انا قبل ما ندخلوا البيت الزوجي نديروا عراقيل لا فالله سبحانه وتعالى نهانا انه الا جات واحد المراه وقالت الزوج ملائم لها اننا نوقفوا حنايا حجر عثره ونعطروا لهم الزواج ديالهم الله تعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا اي اذا اراد البنات الاحصان ووجدنا الرجل الكفء اللائق اللي فيه المؤهلات ديال الزواج خص الاباء يعاونوا ويتعاونوا يعني انهم يجمعوا الشمل ديالهم الله تعالى قال وانكحوا ايامكم والصالحين من عبادكم وامائكم يعني انكحوا فعل الامر مقصود منه انكم تعاونوا على كل ما يسهل عمليه لقاء هؤلاء الابناء مع بعضهم في ظل العش ديال الزوجيه وفي ظل الشرع الاسلامي. فلذلك انا كنسمع اختي بزاف هي كتكلم وكتقول انا طلاق 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 هل نريد الزواج ولا نريد الطلاق؟
طلق هو اخر حاجه نفكروا فيها. طلق دار الله تعالى حل للذي لم يجد حلا في استمراريه المعيشه ديالته، والا كل من وجد بدائل باش يبقى محافظ على الحياه الزوجيه ديالته لا يذكروا الطلاق بل نذكروا الزواج. فاللي غنقول اختي حسناء انك خصك تجلسي مع الزوج ديالك ولا مع الخطيب ديالك واحد جلسه ديال العقل، جلسه ديال العقل. اذا كان الرجل متشبث بالزوجة ديالته وكان متشبت بالأخلاق ديالها وكان بغي يبني مع الحياة الزوجية، يزعم يقول بسم الله أتوكل على الله ويتوكل على سيدي ربي وسيدي ربي غادي يعاونو. ماشي مشكل أن المرة تكون من المستوى المادي أحسن منك، ماشي مشكل أن المرة تكون عندها مؤهلات علمية أحسن منك، ماشي على الباكس، لأن إلا توفقت الطباع مع داك الشيء اللي هو عند الزوج وعند الزوجة غادي يتكاملوا مع بعضياتهم. ولكن المشكل هو أننا نخلقوا جو مكهرب داخل أصاب بسبب شيء نظنه قد يكون وقد لا يكون، قد يكون ذاك الشيء اللي ظنينا وقد لا يكون. لذلك دعه حتى يكون، حتى تكون المشاكل، حتى تكون أشياء اللي هي ما كناش كنتوقعوها، وهذيك الساعة نقلبوا على حلول. أما الآن الشاب والشابة متوالمين مع بعضياتهم، اللهم يعيشوا حياتهم في ظل الشرع الإسلامي وفي ظل إطار ديال الزوجية ظل المشروع، ولا يمشيو يعيشوا حياتهم بواحد الشكل اللي هو عشوائي، واحد الشكل اللي هو إباحي اللي ولينا الآن كنسمعوا به في واحد مجموعة ديال الأسرة. فلذلك إلا كانت هذه الأم هذه كتسمع نقول لها عافاك، عطفي على ولدك وعطفي على الكنة ديالتك اللي غادي تكون إن شاء الله تعالى بنتك الثانية، بنتك اللي ما ولتيهاش من كرشك ولكن جابها لك ولدك اللي ربيتيه واللي حنيتيه عليه واللي قريتيه واللي علمتيه واللي خلقتيه واللي اختاريتيها باش تكون شريكة حياتك اللي كنتي سبب أنك تلاقيهم مع بعضياتهم. كملي هاد العمل ديالك، راه ديك النظرة اللي شتي الأولى هي اللي كاينة، نظرتي فيها نظرة ديال الخير، ظني فيها الخير وإن شاء الله تعالى غتلقاي فيها الخير. أختي حسناء نقول لك أنا كتفاهم مع الزوج ديالك إن شاء الله تعالى، وحاولوا أنكم تبادروا بهاد الأعمال ديالكم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وإلا إلا شتي بأنه ما غاش يقدر يتعارض مع الرغبة ديال الأم فدير واحد ليكار بيناتكم وخليو هاد الأشياء هادي حتى يدير فيها الله سبحانه وتعالى التاويل ديالو بإذن الله. نتمنوا لها خير بإذن الله. ناخذ معنا مكالمة مولية لالا نجاس من دار البيضاء. مرحبا بك لالا. ماشي مراتي ياك؟ لا وما نعرف وما عرفت لالا نجاس. إذا كانت نجاس غتكلم معاها في الصباح في الدار. وعليكم السلام مرحبا. زوجة الكوتش يوسف سميتها نجاس، قال لك ما تكونش مرادي. مرحبا لالا. مرحبا. الله يبارك فيكم. مرحبا. وحنا فرحانين المشاركة ديالنا معاكم. الله يبارك فيكم. مرحبا. أنا الحمد لله كتفيدونا كيف ما يعني الحمد لله، يعني غني عن نزيدوا حنا هضروا ناس بارك الله وقالوا في حقكم كل ما هو طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم جميعا إن شاء الله الرحمن الرحيم. والله يزيدكم نور. مرحبا. والله عظيم هذا هو الهدف ديال هذه الإذاعة هذه، يعني الناس ماشي فعلا من رئاسة ومن إدارة، راه كلهم كيبغيو أننا نكونوا كنوصلوا للمستمع الكلمة الطيبة اللي تدخل عليهم السرور في البيوت ديالهم واللي تخلينا أننا نعيش معهم الحياة ديالهم حتى نكونوا واحد من الأفراد ديالهم. تفضل لالا. اللهم لك الحمد. داكشي حنا كندعيو معهم من قلوبنا، ويا ريت المهم حنا درنا أخطاء كما قلتي، لو أن شحال هذه عرفنا شي حوايج وهذه ما كناش نوقعوا في بعض الأخطاء أو ما كناش ربما كنا غادي نعرفوا حتى المجتمع المغربي ديالنا. حنا صعيب دابا يعني اللي هضرات أي فتاة أو أي زوجة أو أم أو هذا كيهضر إلا كل وحدة فينا كتلقى نفسها في واحد الموضع. المجتمع المغربي ديالنا في الحقيقة سيغتو الفتاة اللي نتزوج، الفتاة اللي كتكون عايشة محافظة وهذا بحق ولا حدوديا شوية ما كيعرفوش بزاف الحوايج. نعم. وعندنا مناطق كتختلف العادات والتقاليد. أكيد. أكيد. اللي كيبقى بحال دابا انا ربما دخلت بالتقاليد اللي ديالتي اللي شفتهم مع جدودي مع مامي. نعم. مع هذا. نعم. بقيت بداك كيسحب الناس كلهم هكذاك. نعم. أباغ مني كتدخل انت عاد الحياه الزوجيه وهذا ربما كتلقى عقليه واحده اخرى وما كتعرفهاش من الاول، كتبقى غير تخبط. نعم. وخصوصا يعني عندك زوج حتى هو ربما كتوم، يعني ما كيبغيش يبين مثلا بعض الاشياء، يعني يبغي يدرسهم معاك مثلا لا غير باش ما توقعيش فيهم مع العائله ديالتو. نعم. الخصومات. نعم. فاصوم انا وقع كما قلت انه وصل خصومات كثيره انا وراجلي، واكثريه كانت كتلاح الوالدين الخوت لهذا التدخل ديالهم. شكون الخاطئ شكون اللي ماشي خاطئ شكون اللي مسؤول شكون اللي ماشي مسؤول، المهم هي معقده شي شويه هذا. المهم الحمد لله وصلت حتى وصلت قطيعه.
الوليدات كما قلتي شافوا المشاكل. هذا انا عندي جوج بنيتات، البنيته الاولى سورتو يعني شافت دائما انا وليت فواحد العصبيه كثيره، صراخ هذه صعيب الوليدات كيشوفوا بحال هكا. احسنتي انا جدي فيما واحد القصه لينا كتجي الولاده كتجي هذه. انا جاتني يمكن هذه الخشون في الوحده البنيته الاولى، انا كي ولدتها 3 شهور كنت خدامه، هذا صافي تحيدات ليا تزولات ليا، وكنت كنخاف على التربيه ديالها على هذه تزولات لي، يعني ماشي تزولات لي، بعد كانت الوالده ديالتي الله يرحمها بعيده عليا هي اللي قصتها لي. نعم. و المرأة ديك الساعة كتكون هذاك كتكون حساسة، فعواد ما يكون لي حضناك ولا غير بكلمة طيبة وخا ما شدوش لك الوليد البنيتة ولا مثلا هذا، يعني ما يزيدوش بالكلام يعني اللي صعيب يعني الكسيدة اللي كتوقع بديك الوقيتة ما كتبراش للأسف. للأسف خاصة في ديك المرحلة كتبقى مجرورة معك غادا وكتبني لك مشاكل. نعم. لأن كل مرة كتنوضي في معه وثاني غلطو كتعاودي تجبدي نفس الموضوع كتعيا وخا تكوني تسامحي، وفي تلك يقول لك لا أنت حقودة أنت، يعني كتولي تراكم عليك حتى كتولي أنت ماشي هي أنت. نعم. يعني أنا ماشي هي أنا اللي شحال كانت شحال هذه، وكتولي تدخلي مع نفسك واش انا خايبه، كيقول لك اللي مزيان مزيان لنفسه كتزيد عاد مثلا اللي مزيان مزيان لراسو، اللي خايب راه خايب للناس كاملين، ولا لا اللي مزيان مزيان للناس كاملين واللي خايب خايب لراسو. نعم. كتطيح في واحد هذا بحال انت يعني انسانه ما يعني ماشي مزيان يعني فوالا ترى بيك ماشي هما هذوك. نعم. بنادم ما كيصبرش بنادم هذا ماذا وكتبقى تيزولي ولا بغيتي بوحدك، عاوتاني ملي كتاخذي ديك انك تبغى تبقى بوحدك غير باش تبعد على المشاكل وباش يبقى ذاك الوقار ويبقى ذاك الافتقار مزيان وتحترمي كل واحد وما تشوفش عيب الاخر وهذا. نعم. فياخذها لك الانسان عاوتاني وانت بغيتي تبقى بوحدك وبقى بوحدك يعني وكيديروك عاوتاني ربما نيجليجي لديك الجي. نعم. والمهم هادشي كامل خلق مشاكل. قلت لك البنيته الاولى دابا عندها تبارك الله 10 سنين عاش شويه دوك المشاكل شفتهم داك الصراعات وهذه الخوف ربما ركبها شويه الخوف كانت كتتبزع. نعم. كتهاد انا. نعم. بغيت دابا الان السؤال ديالي كيف ما قلت قبيله كيفاش نعتقوا دابا الحمد لله كنحاولوا حنا كما قلت الدنيا ربما تستهلك القلوب ابتلاء. انا في الاول ما كنتش كنقول ابتلاء، هذا كنقول لا الانسان غلط في حقه علاش، والحمد لله كنت كنوقف ربما هذا هو اللي كان خايب يمكن كنوقف لان يمكن ما يمكنش ما تقدرش خصك الصبر كيقول لك لا ام الزوج ديالك ولا مثلا راه في مثابه الام ديالك، ولكن انا كنت شي حوايج ما كنصبرش عليهم يعني انا الام ديالي ووالديا ورباوني ان كلمه الحق كنقولوها. نعم. يعني ربما كنوقف كان نبغي نصحح الخطا ونبغي مثلا الانسان يعتذر اللي هذه ما كايناش. ايوا المهم هذا دابا بغيت غير نعتق كيفاش دابا الوليدات وصلت شويه انا وراجلي حتى بقوه هذيك الخلافات هكذا هكذا شويه وصلنا واحد النفور واحد هذا واش بابا غاش ليه عائلته حتى واحد ما يقبلها، وربما توصلت حتى انك صافي منين بغات انت معنا وهي راه المهم ها هي. المهم دابا الوليدات كيفاش نعتقوا وحنا الحمد لله ولينا كنحاولوا كنعتقوا مع بعضياتنا هاد الناس حتى هما غير كما قلتي ربما خطا. ملي كنسامح انا دابا ملي كنسامح من جهتي سامحت هاد المره الحمد لله حاول هي صعيبه راه كتبقى في صراع دائم. نعم. واش تسامح العفو هذه ملي كيف ما كيجي مواطن ديال العفو ديال هذا كيبقى داك الكلام الجارح اللي خرج كيجي صعيب، واش غادي ينساوه واش غتنسى هذيك الام واش غتنسيه انت. انا كنحاول من جهتي كنقول دابا وليت كنقول ايه ما كانش عليا في الحقيقه خطأت كان مهما كان وصلت معايا لاي مواصل هذيك الام ما كنتش نرد لها السيئه بالسيئه. نعم. ولكن بالنسبه لي انا كنقول انا ضعيفه يعني انا الله تعالى كيقول لك اما السيئه الانسان كيبغي الانصاف. نعم. واخا لالا نجاة تبقاو معنا الله يخليك بطبيعة الحال تبقي معنا وبقى معنا كوتش يوسف غنمشيو فاصل اعلاني وراجعين نجاوبوا عليك ان شاء الله باذن الله. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على مد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما على الاذاعه القريبه منكم، اكيد انه اللقاء مازال مستمر. تنرحبوا بالجميع وبكل اوفيائنا الكرام وغادي نرجعوا عند لالا نجاة باش نجاوبوا عليها. تفضل كوتش يوسف. لالا نجاة مشات مازال معنا. لالا نجاة بقى معنا مازال معنا بقى عندك ما تقولينا ولا صافي؟ قلت لك يعني المهم النفس بقات كتقلب على الانصاف يعني. نعم. شكون اللي ظالم شكون اللي هذا. نعم. ولا كتبغي الاعتذار باش لان ولفات تربات انها الحق حق ولا معها الحق صافي يعني كتاخذ خمس يعتذر لها الواحد الى غلط. نعم. هذاك اللي ربما عند واحد اخر ربما يمكن كل واحد وكيفاش كيعتذر. انا ما دخلت الصراعات لا كنتسنى الانسان يعتذر ويعترف الخطا ديالو وهذه وهذا الحوار ما كاينش فكيزيد يتخلق عليه مشاكل واحده اخرى. قلت لك دابا كيفاش المهم غير الوليدات حنا الحمد لله دابا انا لا نجات دابا الوليدات في خير وعلى خير ولكن الوليدات غنعلمهم حنا من السلوك ديالنا من السلوك ديالنا حنا غادي نعلمهم من السلوك يعني لما تكوني انت في البيت ديالك مع وليداتك ما تذكريش
الكنة ديالتك والعائلة ديال الزوج ديالك اللي كانفات معك بينك وبينهم صراع، بينك وبينهم مشاكل، بينك وبينهم كلام، داكشي لا تذكرهم إلا بخير. ما عمرك ما تجبدي قدام وليدتك اشياء يعني ديال السوء، لا اساءوا ليك ولا داروا ليك ولا فعلوا ليك، ولا واحد نهار داروا لي ولا واحد عيد داروا لي ولا واحد كذا. درت خطا البنيته الكبيره باش كنت كنعتذر لها، كانت كتشوفني في الصراع انا وباها كنقول هذه النيه. الان دابا غندخل لواحد الباب سميتو باب التسامح. باب ديال التسامح. وشوف خير المتسامحين وسيدنا رسول الله. حنا عرفنا بان قريش اداه سيدنا رسول الله واحد الاداء كبير جدا، اضطرته انه يخرج من 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 مكه ويكون في واحد المكان اللي هو ايزولي، يعني واحد لازيل الا بغينا كنا غير نعبروا عليه بحال هكا، او واحد المنفى نفوه الى شعب ابي طالب، وبقى فيه واحد المده ديال السنوات ما كاينش اللي يتاجر معاهم، ما كاينش اللي يجيب لهم ماكله، ما كاينش لهم والو الا داكشي اللي عندهم، هو باش عاشوا الحقره، عاشوا القهر، عاشوا واحد مجموعه من الاشياء. قتلوا اصحاب رسول الله، قتلوا الناس اللي كانوا كيدعموا سيدنا رسول الله، اضطر سيدنا رسول الله بعدها الى هجره الى المدينه المنوره، ولكن بعد ما تقوت الدوله الاسلاميه ودخل الى المدينه المنوره، اول شعار هز هو دخل الى المدينه المنوره وعباد الله مكه المكرمه وعباد الله خايفين منه، وما عرفش غادي يدير لهم، غادي يقتلهم وغادي ماشي فرس فيهم، وغادي قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم، اش ظنيتوا غادي ندير لكم؟ ومعه وجيش مع 10000 ديال الصحابه كلهم مستعدين للقتال، مستعدين انهم يموتوا باش تشوف الدين ديالنا، راه ماشي معمم كان دين ديال القتال. قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم طلقاء، هذه وحده. وثم قال لهم من دخل دار ابي سفيان فهو امن. ابو سفيان هذا هو الانسان اللي عاد النبي وعاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الزمره ديال المشركين اللي هما عصبوا ضد نصر كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله في مكه المكرمه، ومع ذلك قال لهم من دخل دار ابي سفيان فهو امن، اعطاهم الامان. فمعناه اننا حنا وصلنا لواحد المستوى ديال لا حساب، واحد المستوى ديال التسامح، نسامحوا الاخرين وما نتحاسبوش معهم، لان الا كنا غندخلوا الحساب نتحاسبوا معهم فدائما غادي نتفكروا الماضي، وداك الماضي غتفكروا فيه غير داك الوجه المظلم، ما تفكروش في داك الوجه المشرق، وغادي نلقنوه حقدا وضغينه لوليداتنا وبناتنا الى غير ذلك. لكن لما نسامحوا ونقوم ندي عفو الله ما سلف، انا نسيت داكشي اللي درتو، انا نسيت، ولكن نتوما من جهتكم سمحوا لي نكون غلط في حقكم، يكون قلت واحد الكلمه وانا مقلق، يكون قلت واحد الكلمه وانا في اوج ديال الغليان ديالتي غرني الشيطان او كذا، فانا كطلب منكم السماحه. راه تصور لما تدخلي على 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 عائلتك بهاد التربيه الربانيه، التربيه الكريمه ديال التسامح وديال العفو والصفح، اكيد انهم تما غادي يكبروا وغادي يرجعوا لذاك المستوى، انهم تما كذلك يغمضوا عينيهم على كل حاجه درتيها. لكن ما نبقاوش ناديو نفسنا بتانيب الضمير، فات ما فات، قلنا اللي قلنا، وقت واحد وقت الخصومه او وقت التقليقه ولا كذا، ربما غفلت منا اننا قلنا واحد الكلمه جارحه وحسوا بها الناس انها جارحه، ربما انا ما رديتش على البال، لكن الاخر الذي تلقاها لقاها بانك السيف كتدخل ليه في القلب ديالته، في الاحشاء ديالته، ودمرته نفسيا. فلذلك انا اطلب منه العفو واطلب منه السماح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اطلب العفو من الله، بالعفو يعني الناس، اللي بغى ربي يعفو عليه من عنده يعفو على الناس. وثم غنقول واحد القضيه، هو انه ماشي الصراحه هو أن نقول كل شيء، لا، الصريح هو ذاك إنسان لبيب اللي لما يبغي يقول واحد الكلمة كيعبرها. قال لك الأفريقي قال مصاب كون كانت عندي عنق بحال ديال الزرافة، باش لما نبغي نقول كلمة وهي طالعة مع ذاك العنق نفكر فيها واش مزيانة ولا ما مزيانة، جاي واش غادي نطقها نخرج منها فمي ولا لا. ماشي كل حاجة إحساس حسينا به نقولوه، وإنما كنقولوا الأشياء التي تثلج صدور الناس تدخل صورة عليهم، ولكن واحد الحاجة قبيحة اللي لا قلتها أنا غادي نشعل عافية، إلا قلتها أنا غادي ندمر عائلة، إلا قلتها أنا غادي ندمر أسرة، أحسن لي أكتبها في نفسي. ندير سيدنا يعقوب لما جا وقالوا لي راه ولدك سرق وكذا، تقى الله تعالى فكتبها في نفسه ولم يبديها لهم، استرها في نفسه ما قالش لهم، لأن قالها في دماغه واش قال؟ قال أنتم شر مكانا، أنتم أوليداتي اللي جيتوا كتقولوا على أخوكم بأنه سارق، كيف ما قلتوا الأخ ديالكم الآخر لما درتوا بداك الشيء أكله الديب، لما جيتوا على بنيامين وكتقولوا بأنه راه سارق،
إذن راه أنتم شروا مكانا، لكن كتمها في نفسه ولم يبديها لهم، خباها عنده وما وراهاش لهم، علاش؟ لأنه إلا قالها الأب لوليداته غادي عاد تزيد الحقد والضغينة وإلى غير ذلك. فلالا نجات الكلمة ديالك، الاسم ديالك اسم عظيم جدا، اسم ديال التفاؤل، تفاؤل بالخير، تفاؤل بنجاة الأسرة وبصيرورتها إلى ما هو أحسن. فنتمنى أنك تعودي نظر في السلوك ديالك بنيتك، لقنيهم الأشياء الطيبة على عائلتهم، ذكري باهم بخير، ذكري أجدهم بخير، ذكري عمتهم بخير، ذكري الأقرباء ديالهم من جهة الأب ديالهم بخير، وحتى من جهة كنتي ومن جهة الناس اللي كيخدموا معاك ومن جهة العاملين معاك، ما يخدو عليك إلا أنك تكنين الخير للجميع. ما يتعلق بالأسرة تمشي عندهم وتدخل عليهم بالسرور وتقول لا لا الا كتقول لها لا لا، او لا امي الا كتقول لها امي، او لا اخالتي الا كتقول لها خالتي. راني واحد الوقت كنت غلطه وما كنتش فاهم الحياه وما كنتش عارفه، ولكن الان دابا كنفهم وكنعرف انه الام عندها حن خاص وام عندها مكانه خاصه. انا بغيتك تعامليني كبنتك اللي الا غلطت كان في حقك، انت ما غتغلطيش في حقي وغتبقى دائما كتقول لي سي بنتي انا كنفرشك برضا ونغطيك برضا، وكوني على يقين ان لا نجات إلا سلكتي هذا السلوك هذا، مالك غتجلبي الحب ديال بناتك والحب ديال الزوج ديالك والحب ديال الأسرة ديالك من جهة الزوج ديالك وحب الآخرين. نتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يوفقك إلى الخير إن شاء الله. شكرا جزيلا لي كوتش يوسف، ونلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل. شكرا لك لالا سكينة والضيافة ديالتك والمستمعين الكرماء ديال أكاديمية ميد راديو، وكذلك الطاقم اللي سهر على هذه الإذاعة هذه من لا يغشي الفوق ديالها من مولاي احمد الى اخر واحد في هذه الاذاعه. احنا ما عندناش اخر، وانما كان اخر واحد في الترتيب، فكلهم لهم شكر في انجاح هذه الاكاديميه العلميه اكاديميه ميد راديو. بارك الله فيك، شكرا جزيلا كوتش يوسف.